ازيك يا اخ محمد؟ ازيك يا فادي؟ عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله يا اخ محمد. يا مرحبا يا مرحبا. انت مرحبا. مش هتقدر تطلع صورتك؟ لا تطلع انا بوش هو تطلع موجود بوش معاك، بس هي الاضاءة بس اللي ضاربة. اعكس البتاع، خلي ما البتاع في وشك. ايوه اللي انت خلي، عايزه. ايوه كذا، برافو انا معاك عليك. انا هات لي بقى معاك. الهولي، هات لي الهولي بايبل بقى وتعالى. ايه؟ هات لي الهولي بايبل، الكتاب المقدس يعني. قول انا معاك، قول اللي طيب، انت عايزه انا معاك. رسالة رؤيا، سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي اصحاح 16 عدد 15. افتح لي كده. تمام، قول. طيب النص بيقول: ها انا اتيك لص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه، الى اخره. من القائل هذا النص؟ سفر الرؤيا اصحاح كم؟ اصحاح 15 عدد 16، المعذره، اصحاح 16 اصحاح عدد 15، 16 سفر الرؤيا اصحاح 16 عدد اصحاح 15. 16 عدد 15 يوحنا نعم اللاهوتي، صح كده؟ نعم نعم اخر تمام. سفر في الكتاب المقدس كله بعهديه. لا هو انجيل الاسفار دي اللي هي العهد القديم يا اخ محمد. لا 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 لا، تمام. رؤيا يوحنا اسمه سفر، اسمه سفر رؤيا يوحنا، مش انجيل رؤيا يوحنا. سيف اهو، ده موقع سانت تكلا، اكيد انت عارف الموقع كبير للكنيسه المصريه، سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي اخر تمام سفر في اصحاح، تمام ماشي، ما اخر فيش سفر مشكلة. الكتاب المقدس. تمام. تمام. النص بيقول: ها انا اتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيرون عريته. من القائل ها انا اتي كلص في هذا النص؟ ثواني، انت بتقول يوحنا 16 عدد 15، نعم صح كده؟ صح بيقول لك كده، فجمعهم الى الموضع الذي يدعى بالعبرانية. السؤال بتاعي ايه؟ تمام. ايه؟ ايه السؤال بتاعي؟ ما السؤال بتاعي؟ انا مش هحاول توضح صوتك لان انا مش سامعك، ايه انا حاطط التليفون. ايه ما هو سؤالي؟ قول للناس ايه سؤالي؟ سؤالك ايه؟ هات لي الآية اللي انت بتقول عليها اصحاح 16 عدد 15. النص اهو، رؤيا يوحنا اللاهوتي اصحاح ها انا 16 تبقى. العدد 15، النص بيقول: يسهر ها انا ويحفظ. اتي كلص. من القائل ها انا اتي كلص؟ ها انا اللي الله على اللي كتبها يوحنا اللاهوتي اللي هو شافه في السماء. انا زي ثواني، ما ما انا هقول له، انا هقول له. بتقول ها انا اتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه، نعم صح كده؟ نعم يمشي لئلا يمشي عريانا فيروا عريانا، صح كده؟ فيرى عريته. فيرى عريته. معلش انا الاضاءة عندي بتاع التليفون. من هو القائل ها انا اتي كلص؟ ها انا اتي كلص. نعم طيب انت الاول عارف مين اللي كاتب سفر رؤيا يوحنا اللاهوت ولا لا؟ مش عارف. يوحنا هو اللي كاتب سفر الرؤيا يوحنا، لما مش عارف كان مسافر فين وطلع له ملاك ونام والرؤيا، مش موضوعي. انا سألت سؤال صغير: من القائل ها انا اتي كلص؟ رد على السؤال. يوحنا اللاهوتي هو اللي قايل، لان هو لا اللي غلط كاتب. غلط، ها انا اتي كلص، القائل هنا هو ربكم. تعرفش كده ولا ايه؟ ماشي، هقول انا هسمع حضرتك وبعد كده هرد. طيب، عندك في تفسير تدرس يعقوب ملطي لا سيب بيقول: التفاسير، انا عايزك تجيب لي من الانجيل. حاضر حاضر حاضر، يبقى ها انا اتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيرون عريته. انت متفق معايا الان ان القائل ها انا اتي كلص ده الرب عندكم ولا لا؟ ده الرب عندنا، لان هو لما نزل واتولد اتصلب تمام زيه زي اي لص في العهد القديم بيتعامل بيه. تمام يبقى الرب عندكم تمام. لما اتولد، الرب عندكم لما اتولد، اتولد زي ايه؟ اتولد ايه؟ قول كده تاني. ايه؟ الرب عندكم لما اتولد ايه؟ كمل كده. الرب عندنا احنا، هقول لك ايوه انا، في قول لي. العهد القديم الخطيه بتاع ادم وحواء،
لا 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 الخطيه كمل بتاع ادم الجمله اللي انت وحواء. انت قلت جمله من ثواني بس، شويه، عيدها لا ما انت علشان عيدها. تعرف الاجابه بتاعتي، عشان تعرف الاجابه بتاعتي ما طب تاخدش فقره. طب فادي فادي، ايه رايك يا محمد نصيف يختصر لك الاجابه بتاعتك، الاجابه بتاعتك اتفضل. اللي انت هتقولها عشان اختصار، عشان تعرف ان انا عارفها، ان الرب عندنا لما نزل ادم وحواء قال لادم موت انت موت لو اكل من الشجره، ادم كل من الشجره، فلما كل من الشجره كان عقاب عليه انه هيطرد من الجنه، فلذلك الرب لما انه قال له موت انت موت، فلذلك الرب اراد ان يتنزل لنفسه فيموت عوضا عن ادم، فيرجع ادم في معيه الرب وحياه مع الرب، صح كده؟ ارجع بقى حلو لسؤالي قوي، تاني. انا تمام. عارف انت هتقول ايه من قبل ما تقول، فنخش في حلو. الموضوع. المسيح قول لي لما بقى اتولد تاني، الرب عندكم لما اتولد ايه؟ عيد. ايه؟ الرب عندكم لما اتولد ايه؟ كمل. انا النت هنا ضايع خالص. الرب عندنا لما اتولد ايه؟ استغفر الله العظيم. معلش فادي انت معلش، لما افتح سالت، انا موبايل. سالتك سؤال قلت لك هل انت متفق معي ان الرب عندكم هو القائل ها انا اتي كلص، فانت قلت لي اه الرب لما اتولد كان صلب مع اللصوص، حصل ولا ما ايوه حصلش؟ فلاني ايوه فلاني جميل، يعني انت بتؤمن وبتعتقد كمسيحي، انت مسيحي ارثوذكسي، ان الرب بتؤمن ان الرب عندكم اتولد واتصلب مع اللصوص، صح كده؟ تمام. طيب النص ده بقى بيقول مش ان الرب بتاعكم اتولد واتصلب مع اللصوص، لا ده الرب بتاعكم نفسه سيأتي كلص. اللص اللي هو ايه يا لا 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 فادي؟ لا 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 لا، الرب بتاعنا عمر ما رب يجي كلص. لا يا فندم ربنا والله اتهان. لا استنى ايوه استنى، هيجي فادي عشان ساعة عشان تقابل الصلب، المشكله. ثواني، ساعة الصلب، ايوه ايوه ساعة يوم التسليم المسيح اللي هو الرب، تمام؟ ايوه قال لك تمام انا هتعذب، انا هيتعاملوني زي اللصوص، انا هيعملوا فيا متهان. وهيساووا فيا وهتهان ايوه وهتضرب وهيجلدوني وهيصلبوني زي اللصوص. اللصوص زمان، اي لص زمان ابعد كان ابو بيتعامل فيه شرط، كده. فادي فادي ابو شرط اللي كان بيتمشى حالا ده ابعده حلو. عن هو الباب بيقول شويه لك ها او انا يلبس اتي حاجه. كلص، ايوه وليس قال لك نعم ها انا اتي لص، قال لك برافو كلص. عليك برافو عليك، كاف كاف الكاف التشديد. هنا هيتعاملوا، الكاف دي هيتعامل ايوه معاملة ايوه يعني مثلا لما يجي مثلا الحرامية يتعذب او ده او ده، هيتعامل معاملة اللصوص، علشان هيتعامل معاملة اللصوص كانوا الحرامية. بيعذبوهم ويسلبوهم. ايوه انت يبقى فاهم كده عندك انا اقصد ايه؟ الرب عندك، الرب عندك في النص ده يقصد ان هو هيتعامل معاملة الحرامية، صح؟ هيتعامل معاملة الحرامية بالنسبة فبيقول لك وطي للتعذيب، صوتك فادي، بيقول لك وطي بالنسبة صوتك لان فعلا انا للتعذيب، ثواني، فادي فادي بالنسبة فادي ايوه، حاول توطي صوتك او تبعد المايك عن بقك، ما تحطش المايك في بقك انا عشان لو الصوت بعدت فعلا ما المايك يبقاش. النت هيفصل، انا لو بعدت المايك النت هيفصل. ده خلاص قرب المايك، قاعد نرجع جنب تاني الراوتر على بالراحه. فكرة حضرتك. ايوه بيبقى بس بالراحه بالراحه، تيك ات ايزي مان، حلو بالراحه خالص كده. حلو، الرب تمام كده عندكم في النص بهدوء. ده ايوه بهدوء بهدوء. حلو، بهدوء كده، بهدوء كده. اللصوص الرب عندكم في اللصوص النص ده اللصوص انه اللصوص هيتعامل في عهد معامله الحراميه، صح؟ ماشي، ثواني، اللصوص في العهد القديم ايام حكم اليهود والرومان لما كانوا موجودين، ايوه اللصوص كانوا بيعاملوا المعاملة دي. فالمسيح ايوه لما نزل قال لك انا مين الوحيد اللي يقدر يشيل خطية العالم؟ مين هو الوحيد اللي كامل؟ مفيش غيره. ايوه يعني انت عايز تقول، لما شوف كده هو انا كلامي عرف، صح ولا لما غلط، قول حلو، كلامي عشان فهم اختصر عليك عملوا فيه، الاجابات عملوا فيه زي ما بيعملوا في النصوص. في النص ده الحرميه. معناه كده، انت اتعاملوا عايز تقول معاه ان معاملة الرب النصوص في يبقى انت التعذيبات، عايز في ثواني الصلب، ثواني في ثواني الجلد، ثواني مش ثواني لص. ثواني 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 لكن ثواني هو مش جاي لص. ولا هيجي ولا هيخلص. طب اسمع بس اسمع يا فادي، وانت واللي معاك معاك. خلي برضو اللي معاك يخش في الحوار، انا ما عنديش مشكلة خالص. النص لا هنا بيقول معلشان كده اسمعك. عن الرب بتاعكم ها انا اتي كلص، الكلام عن نفسه هو هيجي كحرامي، حلو فتشبه استنى. الرب لا عندكم، لا لا خلينا لا لا نكمل لا، السؤال خلينا ثواني نكمل ثواني. السؤال خلينا نكمل السؤال، اتفضل. فتشبه الرب عندكم انه جاي حرامي وحرامي غسيل، حتى بيقول طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه، تمام يعني خلي ماشي. باله من هدومه،
فحرامي غسيل. بيقول لهم كده خلوا بالكم من هدومكم، انا جاي عامل زي حرامي غسيل. لا 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 لا، مش كده خالص. ليه؟ ليه طوبة كده؟ دي يعني ايه؟ ما معنى كلمة طوبة؟ طوبة يعني مدح عالي أو درجة عالية، ده مش موضوعنا، سيبني من طوبة. لا ازاي؟ لا لا انت كمل خليك في الآية، خد موضوعي. الآية تفسيرها كلها. انت لما تاخد الآية خد الآية تفسيرها كلها. إيه موضوع ده يعني بإن مثلا الرب هقول لك عندكم انا جاي على حاجة حرامي غسيل؟ يا اخ محمد، يا اخ محمد اتفضل اتفضل. دلوقتي مثلا، وليكن لما انا اقرا مثلا وليكن آية في القرآن اقول لك مش موضوعنا، قاتلوا، اقول مش لك موضوعنا، قاتلوا، خليك في طب قول لي بقى سؤالي، كمل مش بقية الآية، موضوعنا. قاتلوا في لا سبيل مش الله. موضوعنا، مش موضوعنا، خليك في سؤالي، ما تخرجش عن سؤالي. ها انا ما انا خرجتش، اتي ما انا كلص، برضو انت كده الرب بتاخد، عندكم ما بيقول، انت كمل بقية ها الآية واعرف تفسير الآية، هي آية على بعضيها. ما انا ما ينفعش ان انا رد على اخد نص السؤال، الآية. رد على السؤال. طب ما ها انا انا رديت اتي عليه. كلص، الرب عندكم بيقول انا جاي كلص، جاي كحرامي، خلوا بالكم من هدومكم عشان ما تتسرقش، يعني طب جاي ماشي، كلص ما بيقول حرامي لك غسيل. قبليها ايه؟ اتفضل كمل. في عدد 14، في عدد 14 بيقول لك ايه؟ فانهم ارواح شياطين صانعة ايات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم قتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. ها انا تمام. اتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيرى عريته. نعم. انت لما تيجي ما تاخدش جزء من الايه، لا اقرا الايه اللي قبلها واقرا الايه اللي بعديها وانت هتعرف هو معنى الايه دي ايه. حلو، بالنسبه حاول ان هي حاول ها صوت انا عندك، اتي كلص، انا حاول توطي برضه صوت عندك، هفضل قول لي معاك الصوت واحده عندك واحده. عالي يا بص فاجد، انا حاول هفضل توطي معاك الصوت واحده عندك واحده، شوية انا برضه لأن هفضل مع الصوت عندك سؤالك. أعلى من عندي. طب اتفضل. كده كده تمام. اه كويس. ها انا اتي كلص، انا برضه هاخد برضه الجزء اللي انت قصدك عليه. ها انا نعم. اتي كلص، ان الرب في وهو رايح يتعذب، او المسيح او عيسى زي ما بتقولوا، وهو بيتعذب في طريق الجلجثة واثناء جلده، ان هو اتعامل معاملة اللصوص، مش الحرامية. بمعنى ان هو جاي لص، بمعنى كلمة لص اللي انت تفهمها حضرتك يا استاذ محمد. آه تمام. يعني عايز تقول إن الرب عندكم لما جه لليهود والرومان عاملوه معاملة الحرامية وضربوه وصلبوه قتلوه موتوه، صح بالظبط كده؟ كده، اه بالظبط. زي ما آه بيتعاملوا. يا ابني بارك بارك الله فيا، بارك الله في. سمعتم يا مستمعينا الأكارم، أنا عايز المستمعين، استمعوا ايه؟ ثواني يا فادي، ثواني ثواني يا فادي، أنا عايز انت ما انا المستمعين يسمعوا من المسيح نفسه عقيدته، يسمعوا بقول لك العقيدة. أنتوا يا مسلمين، شوف ايه رايك يا فادي، استنى اما ازعق للمسلمين شويه، استنى انا هزعق لك شويه للمسلمين عشان المسلمين وحشين. يا مسلمين ما تجيبوش انتوا تفاسير ان من انتوا عندكم. وحشين. لا اسمع يا يا فادي، لا محمد لا، ما انا اللي بقول، تقولنيش، انا انا اللي كلام بقول، ما قلتوش. خليني بس انا اتكلم، خليني اتكلم، ما تقاطعنيش بس. يا مسلمين، يا مسلمين ما تقعدوش تفسروا انتوا من عندكم، اسمعوا تفاسير المسيح نفسه، اسمعوا كلام المسيح نفسه بيقول. الرب بتاعه لما نزل الارض اليهود والرومان مسكوه عملوه معاملة الحرامية وضربوه قتلوه سفكوه وصلبوه قبروه، صح يا فادي؟ اتفضل مع حضرتك يا استاذ محمد. برافو عليا يا فادي. الرب يا فادي، الرب دي اللي هي الرب عندكم اللي هي الله، لا صح؟ بقى انت فهمني بس النقطة اللي انت وصلت لها لايه لما انت بتقول لي اه ما انا برافو قلت، عليا. ما هو ما انا قلت لك اهو ان الرب اه عندكم لما راح لليهود والرومان عملوه معاملة الحرامية وضربوه وقتلوه، يعني صح كده ولا؟ عشان يحمل ايوه خطاياكم، صح كده؟ تمام اهو يعني انا فهمت صح اهو. امال في ايه يا فادي؟ ايوه، لكن انا فهمت صح اهو. مش هو لص، لا هم عاملوه معاملة، المعاملة اللي هم بيتعاملوها في اللصوص. يعني هو ما كانش حرامي بس هم عاملوه معاملة الحرامية، ماشي. بالظبط كده. الرب عندكم يا فادي تطلق اللي هي الله، صح؟ ايه؟ لما نقول كده الرب في الكتاب المقدس يعني الله، صح كده؟ الرب من الله؟ اه الرب عندكم، يا الرب لما نقول الرب عندكم يعني الله، صح كده؟ ايوه الرب هو الله. جميل جدا جدا جدا، سمعتم يا جماعة قال ايه؟ الرب هو الله. هل الرب الحق او الاله الحق يا فادي يحتاج لشيء؟ الله قادر على كل شيء. يعني لا يحتاج لشيء، الإله الحق لا يحتاج لشيء، صح يا فادي؟ الله قادر على كل شيء. ما اسألكش سؤال ترد عليا بجملة مش معروف أنت بتقول إيه؟ الكلام بتاعي صح ولا غلط؟ قول لي صح، قول لي غلط وفسر. اللي هو ايه؟ الرب اللي هو ايه؟ عندكم أهو، الرب عندكم يا فادي الإله الحق المفروض اه إنه لا يحتاج لشيء.
قول لي صح لا يحتاج تمام. لشيء، قول لي غلط بيحتاج. الرب عندكم بيحتاج يا فادي؟ عمر ما الرب ما يحتاج. الله اكبر، برافو عليك يا فادي، برافو عليك وبرافو حلو علينا قوي. انا بس كمان. هقول لك على حاجه، استنى قول ثواني لي هقول لك ما على حاجه، تخبيش يا زين. ثواني بس يا استاذ محمد. ايوه سونيت اهو. الرب الاله، الرب الاله، الرب الاله لا يحتاج، لكن لما اتحد اللاهوت مع الناسوت ايوه الطبيعه الجسديه ايوه للانسان بتحتاج. حلو، يعني في عندك رب بيحتاج وفي رب ما بيحتاجش، صح كده يا فادي؟ لا 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 ما هو انت لا، اللي ما قلت. فيش حاجه اسمها رب يحتاج انت اللي ورب قلت لا يا فادي. يحتاج. ما ركز يا طب فادي. اقول لك انا، انت ايه هو قول مثلث الاقانيم؟ مش موضوعي، خليك في موضوع الآن. لا ما الرب ده عندك، موضوعنا. لا 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 لا، يعني في ايه هو عندك رب. مثلث رد، طب الاقانيم؟ رد على سؤالي، رد على سؤالي، رد على سؤالي كده. لا يعني ما في عندك انا رب، برد على سؤالك، انت ما يا بتردش، انت حاضر، عايز يعني في تسمع عندك كده رب. من حاجه واحده. ثواني 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 ثواني، يعني في عندك رب بيحتاج وفي رب بص ما هقول لك بيحتاجش، انا، بص بص بس بص، انت رد على الرب السؤال. الاله، الرب الاله، الرب ايوه الاله، ايوه الرب الاله لا يحتاج، جميل قوي. لكن لما يتولد في طبيعه جسد، ايوه طبيعه ايوه الجسد ايوه كأنت كبشر او كطبيعه ايوه الجسد ايوه بتحتاج. جميل قوي. يعني انت في عندك، يعني اضرب لك انا بقى مثال صغير بما انك جبت التالوت كده. يعني الاب عندك ضابط الكل، خالق السماوات والارض، ما يرى وما لا يرى، ده لا يحتاج لشيء، صح؟ لا يحتاج لشيء. هما الثلاثة واحد. طيب الاله ثواني. المتجسد اللي هو يسوع، الاله الظاهر في الجسد، بيحتاج، صح؟ طب ما انت بتقول الله ظاهر في الجسد. رد على سؤالي، الاله الظاهر في الجسد بيحتاج، صح؟ الله طبيعة الجسد بتحتاج. يبقى انت في عندك الهين كده اهو يا الجسد فادي. في واحد، طبيعة الجسد بتحتاج. بص ما بص انت في لو واحد، هتعرف ايه هو بص بص مثلث بص الاقانيم، بص انا عارف التلاتة والله دول انك واحد. هنجيلك على الاقانيم، ما تقلقش. واحد ستيب باي ستيب، بس خليك معايا في سؤال. طب انا هقول يبقى انت لك في انا على عندك، حاجه يا استاذ يبقى في محمد، عندك اله، اله، ثواني يا استاذ الاله محمد، الظاهر يا في، استاذ محمد، يا استاذ محمد، انا عايزك ترد على طبيعه سؤالي. جسم الانسان. لا انا برد عليك، بس انت اللي مش قادر تفهمني كويس. انا برضو طبيعه جسم الانسان، طب جسم الانسان، جسم الانسان جسد ونفس وروح بيتكون من جسد. والشمس، ثواني، جسد ونفس ونور، طب ثواني والشمعة بس، جسد ونور ثواني وحرارة، والبيضة ثواني قشرة وبياض ثواني بس. وصفار. هجاوبك على ده كله، يلا. طب ماشي، جسد الإنسان طبيعة الجسد فيها روح، ما فيها انا قلت عقل. لك الامثله من قبل ما تقولها يا فادي. يا فادي جسد حلو ونفس وروح، او جسد وعقل حلو. وروح، كذلك برضو والشمس التثليث، قرص وضوء التثليث وحراره. عندنا احنا برضو كل عندنا كده، مثلث عينيا يا الأقانيم كده. فادي، عينيا يا فادي، ممكن تسمع بقى تمام. لحظه؟ ممكن تسمع؟ جسد ونفس وعقل، ده الانسان اللي انت حلو بتضرب لي المثال بيه. تمام. الاب عندك اله كامل ولا اله ناقص؟ الإله رد عندي على إله السؤال إيه؟ عشان ارد عليك. الاب عندك اله كامل صح ولا اله طبعا. ناقص؟ لا كامل. الابن عندك اله كامل ولا اله ناقص؟ يا ابني هما الثلاثة واحد. التلاتة واحد يا أستاذ محمد. حلو حلو، أنا ما قلتش بس ترد على سؤالي. اله كامل يا فندم، الروح القدس إيه؟ عندك اله كامل، انما جسد الانسان مش انسان كامل، نفس طيب الانسان مش انسان كامل، بص يا أستاذ عقل محمد، الانسان مش انسان أنا كامل. هسألك فانت سؤال. عندك ثلاث الهه. رد على، استنى لحظه، عندك ثلاث الهه كامله. الاب اله كامل لا مش أنا ما عنديش ناقص، تلات آلهة، الابن اله أنا ما كامل مش عنديش، ناقص، الروح القدس اله كامل مش أنا ما ناقص. عنديش تلات آلهة يا أستاذ محمد. مين اللي قال طب لك إن أنا عندي تعالى تلات آلهة؟ تعالى 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 ممكن تعالى، أنا أرد عليك؟ الاب اله كامل هسألك ولا سؤال، ناقص؟ هسألك ممكن طب ترد سؤال، على السؤال، رد على السؤال، رد لا على لا السؤال. رد على سؤالي وبعد كده هرد على سؤالك. طب هات ممكن بعد سؤالك إذن عشان ارد، حضرتك. ترد على سؤالي. ممكن بعد إذن حضرتك. يلا. ربنا قادر على كل شيء ولا لأ؟ قادر لكن لا يفعل ما لا يليق به، لا يفعل النقائص. استنى بس، طب ثواني. في سفر التكوين ربنا لما خلق آدم مكتوبة كده، إن ربنا لما خلق آدم خلق آدم في صورته، موجودة في سفر التكوين. اعلق ده بسؤالي، اعلق ده بسؤالك، اعلق ده بالتالوت يا فندم. انت ايه اللي انت بتعمله يا فادي؟ انت ايه اللي بتعمله يا فادي؟ ايه اللي، ايه اللي علاقه، ايه علاقه ده بالتالوت يا فادي؟ ايه علاقه ده بسؤالي؟ فادي انت معايا؟ فادي 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 فادي، لا 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 فادي يا فادي، اصلا جاب مثال. ايه فادي؟ ايه فادي؟
وقع من البث، نزل من البث. فادي ده انا ده انا بكتب وراجع فادي. ولا الخط يهم قطع يا محمد. ولا يهم. بص خلينا ربنا لما خلق ادم، خلينا ثواني ادم. ثواني بس ثواني، ربنا لما خلق ادم مكتوبه كده في سفر التكوين انه خلق ادم في صورته. ربنا لما خلق ادم خلق ادم في صورته. هل نعمل الإنسان في على العهد صورتنا الجديد مع كشبهنا. هل في العهد الجديد مع مجيء المسيح كان لازم في حد ينزل يشيل الخطيئة اللي عملها آدم وحواء؟ تمام معايا كده؟ حلو قوي. ماشي ربنا قادر على كل شيء ولا لا؟ ده سؤالي أول سؤال. قلت رديت لي على آه السؤال، ربنا قادر على كل شيء رديت على السؤال مع اللي بعده الحاجة اللي تليق بيه. مع طب لكن لا ماشي يفعل. الله قادر على كل شيء ثواني، لكنه لا يفعل ما لا يليق به. حلو انا قوي بتكلم في حلو قوي. الجالوت اهو، طب ما هو في خلق الثلاث ادم في الهه صورته، مش والثلاث هيقدر عقانيرها. ينزل نفسه في صورة انسان يشيل خطية العالم؟ ايه علاقة ده بالثلاث اقانيم اللي احنا بنتكلم فيهم حالا؟ حلو قوي. ربنا لما نزل من على العرش في صورة انسان اللي ايوه خلقه عليها في الاول ادم ماشي. زي ادم، هو ربنا الوحيد اللي كامل اللي محدش غيره اساسا يقدر يشيل الخطية. ربكم لما نزل في صورة إنسان، ده علاقته بالتالوت اللي احنا بنتكلم فيه حالا. ما حلو قوي. ربنا ايه علاقته بالثالوث؟ لا، نزول ربكم الجنين في في صورة بطن امه. إنسان ويقتل ويقبر، ايه علاقته بالتالوت اللي احنا بنتكلم فيه؟ يا فادي ما تقعدش تجري يمين شمال فوق، تالوت، تجسد، فداء، صلب، خطية. يا فادي ركز في اللي احنا بنتكلم فيه يا فادي، احنا بنتكلم في التالوت يا فادي. هل الأب هو الابن؟ هل الآب هو بعينه يا عز الابن؟ محمد، ركز، رد على سؤال. طب قول، طيب يا عز محمد قول علشان انا سؤالي ليه، هل الآب هو بعينه الابن؟ بص يا عز محمد، بالنسبة للثالوث الاب والابن والروح القدس، تمام؟ انت بتقول ثلاث آلهة، رد على السؤال، سيبك مني انا بقول ايه، سيبك مني انا بقول ايه، خليك معايا. طب قول لي. طيب معاك انا. هل الاب هو بعينه الابن؟ هل الاب هو ايه؟ هو الابن. هل الاب هو اه الابن؟ تمام، تمام. ايه؟ ايوه ايوه الاب هو الابن هو الروح يا القدس. عيني على الصبر. احنا في رشمة الصليب، الاب هو في رشمة الابن، الصليب. ده انت كده استنى انهارت، دي استنى عقيدة اسمع، ما انا ستة تسعة، هقولها لك، انا هقولها دي لك هرطقة هقولها اللي لك انت هشرحها عملته لك يا فادي. انا هشرحها لك انت مش عايزني اشرحها لك؟ انا عايزك تجاوبني على السؤال، هل الاب حلو. هو بتقول لي الابن؟ الاب هو الابن، ايوه بقول لك اه الاب هو الابن هو الروح القدس. يعني اللي كان على الصليب الاب والابن والروح القدس. اه خبر يا ابيض اه يا محمد اقول والله لك انا، العظيم، دي هرطقة سابيليوس، عقيدة مؤلم الاب. لا انت لا لا الان لا لا خرجت عن الارثوذكسية يا فادي، ايه لا، رأيك بقى؟ الاب مش والابن. بص الصليب مش عندنا، مشكلة، رشمة الصليب عندنا، مش باسم مشكلة. الاب الابن الروح القدس إله واحد، أمين. انتوا بتقولوا باسم الآب الابن الروح القدس، يا راجل ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي احنا المسلمين عارفين معتقدك وعارفين بتقولوا ايه اكتر منك يا فادي؟ طب معقولة بنقولها إيه طيب؟ بتقولوا باسم الآب بنقولها إيه؟ والابن والروح القدس؟ ما هو بتقولوش أنا ما باسم الآب شفتهاش كده بصراحة قبل كده، يا بس عادي راجل؟ ماشي انت همشيها مسيحي لك. يا فادي؟ فادي انت مسيحي؟ قول اه للناس والله قانون مسيح الايمان، اهو، الصليب اهو على اقسم فكره، ب... الصليب اهو اللي هتفتكرني طب بضحك عليه. الحمد لله انه طلع ورى لكم الصليب، والله العظيم انا شكيت فيك، قسما بالله شكيت فيك. لا اه فادي، انتوا بتقولوا بص يا باسم استاذ الاب محمد، بص يا استاذ محمد، والابن والروح. التثليث عندنا، التثليث عندنا، التثليث عندنا مش بمعنى اللي هو الاب لما اتولد بقى ابن، لا. ربنا لما اتجسد في صورة انسان اللي هو يسوع، ده كده معنى كده الاب اتجسد في صورة انسان بقى ابن، ابن على الارض، ابن على الارض. لكن هما الثلاثة واحد، الثلاثة واحد، الاب الابن الروح انت عارف، القدس اله واحد، طب امين. اسمعني كده لحظه، اسمعني لحظه. انت عارف النص اللي بيقول اتفضل. اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم؟ ايه من غير ايه؟ انت سمعت كويس؟
صوتك بيقطع يا محمد. تاني، انت عارف النص اللي بيقول يسوع بيقول اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم؟ معلش مش سامع صدقني. صوت واضح يا جماعة، إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، عارف النص ده ولا لأ؟ تمام. أنت عامل مش سامع ولا إيه النظام؟ ولا أنت سامعني ولا مش ايوه سامعني؟ تمام. لا تمام تمام سامعك يعني كده الصوت. يعني ايوه عارف النص، يعني عارف النص ده؟ ايوه ايوه لو كان يسوع هو الآب، هو الآب، فبيقول أصعد تمام للآب ليه؟ لو كان هو هو تمام الآب هيصعد هيصعد للآب ليه؟ لمكانه، لو كان هو الآب هيصعد لمكانه يا اسمح، هيصعد لمكانه، هيصعد لمكانه، لان هو مكتوب عندنا في الانجيل ايوه بيقول لك انا هنزل هتعذب هتصلب في اليوم الثالث هقوم. ودي كانت الصدمة ساعتها لليهود كلهم، لا لا لا، مش سؤال، مش سؤال، مش سؤال، وصدمة مش سؤال، لابليس. مش سؤالي. الآب، انت بتقول ان يسوع هو الآب، يسوع هو الآب، تمام الابن هو الآب، الابن هو الآب، ازاي حلو. وهو بيقول اصعد الى ابي؟ هيصعد له ازاي لو هو ما الآب؟ هيصعد لمكانه اللي كان فيه، هو خلاص قضى يعني مهمته، اصعد مهمته اللي هي لابي، شال خطية العالم اللي عملها آدم وحواء. اصعد لابي يعني اصعد لمكاني. هو هل الاب ايوه عندكم هيصعد مكان لمكانه، ايوه والمكان هيصعد لمكانه. هو مكانه فين؟ عرشه في السماء. طب انا هتنزل معاك امام الناس كلها في سفر، في انجيل مرقس اصحاح 16 العدد 19 اللي بيقول هاتي انجيل ثم مرقس. ان الرب اللي هو يسوع عندكم، ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. جلس عن يمين مين؟ عن يمين الآب. الله. هيجلس عن يمين الآب إزاي لو هو الآب؟ اتفضل. ثواني طيب انا هشوف لك انا الايه بالظبط ايه. اتفضل. مرقس 16، مرقس 16 عدد 19. مرقس 16 عدد 19، مرقس 16 حلو قوي عدد 19 اللي هو ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين الله، ايوه، صح كده؟ هيجلس عن حلو يمينه ازاي لو هو الاب؟ حلو. ثواني بس هقرا بس الآية كلها على بعضيها واقول لك. هو ده حاضر. ده الابن الظاهر في الجسد. ايوه، سمعوا اللي وراك ده، سمعوا اللي بيقول لك الابن ما الظاهر، ايوه سمعوا، تعالى تعالى ايوه تعالى، ابن ظاهر في الجسد مين؟ انت مش لسه قايل عنه الاب؟ ما تركز شويه اللي جنبه، ايوه انت ايوه اللي جنبه ايوه تعالى لي الاب، هنا، الاب ما انت لسه بص قايل بص ان ايوه الابن اللي هو هو الابن الظاهر الاب. في الجسد. ايوه اللي هو ايوه الابن الظاهر في الجسد. ايوه ها يعني الابن ثواني بس الظاهر في اقرا. الجسد. ما هو ايوه انت الابن انت الظاهر في الجسد او الاب اللي ظاهر في الجسد، لان الثلاثه امام عندنا واحد. امام الناس، انت مش لسه قايل للابن الظاهر في الجسد ده هو الاب؟ دلوقتي طب بيقول لي انت لا، قول لي ما هو انت. الابن الظاهر في الجسد بقى، في عندي الاب ايوه والابن الظاهر في الجسد، ما هو يبقى دول الاب اتنين ولا والابن. اتنين ولا ما واحد؟ انا بقول لك ايه، ما انا بقول قول لك لي حضرتك يا استاذ محمد، انا قول لي. بقول لك الاب والابن والروح القدس ايوه حاجه واحده، اله واحد. حلو، قاعد عن يمين نفسه. لا لما اقول مؤاخذة، لك الابن الظاهر في الجسد، هي لو قلت لك الاب الظاهر في الجسد، لو قلت لك برضو الروح القدس اللي ظاهر في الجسد، هو الثلاثه واحد. حاضر. يوم الثلاثة القيامة، واحد. يوم القيامة هل حلو. برضو في ثلاث أقانيم، في أب وابن وروح قدس يوم القيامة، ولا رب واحد؟ إله واحد. هو إله واحد صعد. حلو، إله واحد أمين صعد. صعد صعب بقى لمكانه فوق خلاص. بجسده. يوم القيامة هيبقى خلاص مفيش بقى ثلاث أقانيم ولا في تجسد صح ولا أنا غلطان؟ أنت قصدك على يوم قيامة المسيح ولا اليوم لا، القيامة اللي هو يوم يوم القيامة اللي هو يوم اللي إحنا الدينونة، مستنيينه؟ يوم الدينونة. الدينونة. يوم الدينونة نقول له انت حضرتك هتشرب جنب محمد بتاعك ده وتسلم عنه. يوم الدينونة، خلي يوم اللي جنبك يرفع الدينونة. صوته. ايوه، لا لا لا، يوم الدينونة احنا كلنا هنتحاسب. انا ماليش دعوة باحنا، احنا لا، بتكلم على التالوت، على الاب والابن والروح هو القدس. رب، هو يسوع هينزل، المسيح هو اللي هينزل بنفسه، لانه هو الرب، هو الاله. اللي هو الواحد، اللي هو حلو. ما برضه بس مذكور عندكم ان عيسى ابن مريم ينزل يدين سيبك. العالم. لا، الكلام ده كلام غلط، ده كلام كذب، وقلت لك لا مش مالكش كلام غلط، علاقة موجودة بيه عندكم برضه، يا موجودة في فندم، القرآن كذب كده. والله، كذب عيسى كنيسة، ابن مريم والله هو اللي كذب هينزل كنيسة. يدين العالم. يا عيني على الصبر،
يا ابن الحلال، انت مش طالع تطرح وتشرح عقيدتك؟ ما لك علاقه بالقران؟ كذبوا عليكم في الكنيسه وقالوا لكم ان المسيح ديانا للعالمين، كذابين. بس ده مش كدابين ايه؟ موضوعي، مش موضوعي. تعال لي ناز هنا، محمد مكتوب اتفضل. برضو، ما انت بتقول لي يوم الدينونة في رساله عن بولس، بحث. اسمع بس، ثواني في ماشي. رساله بولس الاولى الى اهل كورنثوس اصحاح تمام 15 العدد 28 بيقول لك: ومتى اخضع له الكل، ده يوم القيامه، فحينئذ الابن نفسه سيخضع للذي اخضع له الكل، كي يكون الكل في الكل. حلو ازاي الابن عندكم حلو. هو الاب الابن هنا وهو، المقصود بها اسمع مين؟ اسمع 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 اسمع، ازاي عندكم الابن هو الاب وهو الابن اللي مقصود خاضع بمين؟ للاب؟ ثواني، الابن اللي مقصود بمين هنا في الآية؟ اقنوم الابن، اقنوم الكلمه، لا مش لانه ده اقنوم الابن، النص ده في مش اخر اقنوم القيامه. الابن، ثواني يا استاذ محمد، مش اقنوم الابن خالص. لو جبتها من التفاسير دي مش من اقنوم الابن خالص. خلاص، وقف امام الناس كلها، هتهلم التفاسير ان ده مش اقنوم الابن. اتفضل هل دي مش اقنوم الابن؟ رد على السؤال، الابن رد هيتحاسب على اللي السؤال. هو انت انا، قلت قول امام اللي هو الناس. انا. وقف 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 وقف، طلع قدام الناس ان اقنوم الابن دي هات لي مش الايه، اقنوم هات لي الابن. الايه نفسها، معلش اتفضل هات لي الايه. ثواني يا استاذ محمد. اتفضل. رساله بولس، رسالة بولس الأولى، أدي النص أهو أمامك على الشاشة. رسالة رسالة بولس بولس الأولى الأولى لأهل كورنثوس صحة 15 عدد 28. إصحاح 15 عدد 28، صح كده؟ إصحاح 15 عدد 28. حلو. لأنه أخضع كل شيء تحت قدمه، ولكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع، فوضع إنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل؟ فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي خضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. طيب ماشي، ما هي مفسرة نفسها. وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ إن كان الأموات لا يقومون البتة، فلماذا يعتمدون من أجل الأموات؟ كمل بقية الآية، كمل انت، كمل بقية الآية. صفر كله، بس رد على سؤالي. حلو اعمل اللي انت عايزه، بس رد على سؤالي. كيف الاب هو تمام الابن، او كيف الاثنين اله واحد، وفي ابن حلو. خاضع للاب وفي اب يخضع له الابن، الابن ولا هو المقصود بيخضع بيه لنفسه؟ انا المخلوق ابن، انا ابن الانسان، انت ابن الانسان. قدام الناس كلها ممكن تطلع من تفاسير الكلام اللي انت بتقوله ده. انا امام الناس كلها اتحداك. اقول لك على حاجه فادي يا جماعه الخير، لو جاب من التفاسير هذا الكلام انا هلغي البث ده، فادي انتصر، خلصت خلصت. فادي ايه؟ فادي فادي على الحق، المناظره الحوار ده لا كله فادي اللي على الحق يا جماعه امام الناس. لو لا، طلعت مين من اللي قال لك؟ التفاسير الكلام اللي انت بتقوله ده، لا انا هبصم لك بالعشره لا، انت ما ان انا انتصرتش راجل على، مش عارف انت حاجه في كده كتابك. هي دي محاورة، مش انتصر لا ما هو، وفايز ومغلوب والكلام لا ده. لا ما هي هي المناظرة معناها كده، لكن عرض انت ما الحجة انتصرتش، بالحجة. انت ما اتفضل انتصرتش، انت ما انتصرتش عليا. سيبك مني. امام الناس كلها، لو جبت من علماء اقول لك انا التفسير على حاجه، عندك هذا الكلام، لو انت تعرف ايه هو مثلث الاقانيم، الاب والابن والروح القدس، هتعرف معنى الايه دي. لكن انت مش شفت؟ عارف ايه هو الاب، ولا ايه هو الابن، ولا ايه هو الروح القدس. سيبك مني انا، تفسير تدرس يعقوب ملطي، ايه رأيك اجيب لك انا التفسير؟ طيب طالما انت مش عايز تجيب التفسير، تفسير ماشي تدرس هات لي يعقوب التفسير. ملطي. اتفضل يا فندم. ماشي يعني انا مش، انت على اي حق تتكلم هذا الكلام يا فادي؟ اتفضل يا فندم. طب قول لي التفسير، قول لي التفسير. ادي تفسير تدرس يعقوب ملطي بيأكد الكلام اللي انا بقوله، انهم الهين مش اله واحد، بس مش باللفظ باللفظ، وهجيب لك الدليل. اولا خضوع الابن، النص اهو الاول، الله الكل في الكل، ده تدرس يعقوب ملطي. ها، ومتى اخضع له الكل، فحينئذ الابن نفسه سيخضع للذي اخضع له الكل. بيقول لك اولا خضوع الابن كرأس الكنيسه، ماذا يعني يخضع الابن ويصير الله الكل في الكل؟ صار كلمه الله المتجسد. الكلام مش عنك انت، الكلام عن طيب كلمه الله ماشي. المتجسد. خلينا نكمل. الذي هو واحدا مع ابيه ومساوي له في ذات الجوهر انسانا، أن لكي يكون وسيط بين الله والناس. يبقى كده عندكم الاله الابن ده وسيط بين الله والناس، يبقى ازاي هو الله؟ ازاي هو الله؟ تكمل طيب طيب. الان اذ انتهى دور الوساطه اللي هو لله الابن،
فلا يعود يشفع عن أناس جدد كإنسان يخضع للآب، يخضع للآب، يخضع ثواني، فلا للآب، يعود يخضع يشفع عن للآب. إناث جدد كإنسان، فلا يعود يشفع عن إناث يبقى جدد كإنسان. مين اللي خضع للآب عندكم؟ أقنوم الابن أهو، الإله الإنسان اللي الثاني. هو أنا محمد، أستاذ محمد، الإنسان اللي هو أنا. خلاص، الحكم للمستمع، الحكم للمستمع، دعك مني، لأن الجدال هيبقى الإنسان اللي هو الجدال أنا، جدال. اللي هو خلاص أنت. خلاص، أنت حر، أنت حر، أنت حر. الرب عندكم هو الله، صح؟ اه طبعا. جميل أوي. في إنجيل متى إصحاح اه 21 العدد 3: وإن قال لكما أحد شيئا فقولا الرب محتاج إليه. يا فندم، أنتوا الرب عندكم بيحتاج؟ الرب محتاج إليهم في الوقت يراسلهم. ايوه، يعني الرب عندكم بيحتاج، الله عندكم محتاج، محتاج لحمار؟ ينفع يا فندم؟ دي صفة نقص ولا كمال؟ هات لي إنجيل متى إصحاح 21 ثواني يا أستاذ محمد. اتفضل. إصحاح 21 عدد 3. بس أنا أشوف الآية اللي قبلها واللي بعديها. شوف براحتك خالص، ده بعت ولما تلاميذه رأى الطير يسرقوا ذهبوا حمار. إلى القرية التي أمامكم، فللوقت تجدان آتان مربوط وجحشا معها، لما كان داخل هل السجن، لهما وآتيان بهم، وإن قال لكم أحدا شيئا فقول أي. طب ماشي، ما قريتش الآيتين اللي قبليهم فوق ليه يا أستاذ محمد؟ عينيا يا فندم، ده انا اقراهم لك. ما انا بقول لك اهو، الرب في الايتين اللي عندك، الرب آه عندكم في الايتين اللي قبلهم بعت تلاميذه يخطفوا حمارين او يسرقوا لا مش حمارين. لا ايه، يخطفوا، استنى لا بس، لا ده لا انا لا لا، هقول لك على مش حاجه. يخطفوا. لو ثواني، سمحت يا أستاذ محمد، لا لو هم سمحت يا خدوا أستاذ محمد، الحمير بدون اذن اصحابها. الحمير دي لا 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 اصحاب، هو بعت لا، ناس خطفوا قال لهم الحمير بدون لا لا اذن لا. اصحابها. بصوا بيقول لك، ولما قرأوا من أورشليم جاءوا إلى بيت، ايوه، فأجا إلى عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع التلميذين قائلا لهم: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، ايوه فللوقت تجدان آتان مربوطا وجحشا معها، ايوه فحلهما اهو وآتيان بهم، يا وإن فندم، قال اخر لكما أحد شيئا فقولا الرب محتاج إليهما، فللوقت يراسلهم طب ركز يرسلهما. معايا، ركز معايا، ركز معايا. هو فحلها واتيا ما به دي قالش روح. خطف، خليني ثواني يا أستاذ اتكلم، محمد، ما خليني قالش اتكلم، خطف خليني ولا اتكلم، قال إن هو يسرق ولا ده. خليني اتفضل. اتكلم، خليني اتكلم. بعتهم لقريه، الحمار والجحش دول الاثنين ليهم اصحاب، ليهم اصحاب. اه فكوا الحمير وهاتوهم وتعالوا. فين اصحابهم؟ فين استئذان اصحابهم؟ ما استأذنوش اصحابهم. اليس هذا خطف حمير؟ يعني على سبيل المثال اضرب لك هو مثال ما قالش صغير، ان هم ليهم اصحاب، هضرب ما لهمش اصحاب ليه هو يا ما فندم؟ قالش ان هو هم ليهم اصحاب، يعني ما قالش ان والحمار هو خطفهم ولا سرقهم. يا فندم استنى عليا، والحمار والجحش اتان دول ما لهمش اصحاب، مطلوقين يا مثلا فراخ يا ايه دول يا فندم؟ مش حمير دي ليها اصحاب يا فندم؟ مش حمير دي قال ليها لك اصحاب؟ مربوطين، قال لك مربوط، ما قالش خطفهم ولا ايوه، يعني سرقهم، وقال لهم لو حد سألكم ان الرب هو اللي ثواني محتاجهم ثواني، عايزهم. الرب اللي محتاج، الله اكبر، خبر ابيض، خبر ابيض يا فندم. يا فندم دلوقتي ناس جيرانك عندهم حمير وجحوش اتان، انت قمت رايح فكك الحمار واخده وماشي، ده اسمه ايه يا فندم؟ لا استئذان تاني ولا كده، يحزنون، خدت الحمار تاني وخدت كده، بعضك تاني. ومشيت، ده اسمه ايه يا فندم؟ مش خطف حمير ده يا فندم؟ لا انت لو بتتكلم على الطبيعه البشريه اللي احنا فيها دلوقتي، ده في الوقت الحالي ولا الوقت اللي كان فيه رب المجد؟ ما يعني هتفرق. هتفرق، لا هتفرق لما الرب عندكم يخطف حمير ولما احنا نخطف حمير، هتفرق يعني؟ هتفرق، هتفرق ايه يعني؟ لا تفرق، ان هو تفرق. مثلا رب يخطف الحمير اللي هي عايزها بينما احنا ما ينفعش نخطف الحمير اللي احنا عايزينها يعني؟ يعني عجيب، عجيب. هو ما قالش ان هو خطفهم. طيب انا عديت الاولى مش مشكلة، تعالى للتانية كده، فقولا ايه الرب محتاج ايه؟ ايه ايه الرب عندكم اليهما. محتاج يا فندم؟ ايوه اليهما، انت زعلان يعني من ايوه اليهما؟ الرب المتجسد اللي هو المسيح محتاجهم، الرب اه المتجسد اللي هو المسيح محتاجهم، يعني انتوا الرب لان هو عندكم، نازل في طبيعه بشر، اه طبيعه بشر محتاجهم. يعني الرب عندكم بيحتاج حمير يا فندم، صح؟ ايه ايه ايه، سمعت السؤال؟ انت سمعت والله السؤال، انا ما سمعت، صدقني ما سمعتكش. الرب عندكم بيحتاج حمير، صح يا فندم؟ الرب عندنا بيحتاج حمير، لو انت شايف كده خلاص. الكتاب اللي قال كده مش انا.
لا 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 انا لا، لو ماشي انت شايف كده خلاص. اهو. طيب ممكن انا تقول لي اسالك انا، ربنا قادر الكتاب على كل شيء يا لا. انا عايزك بقى الكتاب؟ انت ترد على سؤالنا. لا 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 مش لا، هرد استنى على دلوقتي. سؤالك، لا مش هرد، ما لا تسألنيش انت بعد كده كده، لا سؤال في سؤالي، انت لما أسألك بتسال وانا سؤال انا برد. انا عدتها لك عايزك المرة الأولى لا والثانية. اسال وهكمل معاك. لما انا أسألك هسال سؤال وهكمل رد معاك. على سؤال، لما أسألك سؤال لا رد على اسالك سؤال، انا، انا ما اديني بقى تجاوبنيش فرصه ان سؤال انا اسال. انا عايز اسال، يا جماعة، ما انا بيرد عايز على اسال. سؤالي بسؤال. لا انا السؤال عايز اسال، وبعد كده انا هرد عليك، هسيبك تكمل. انا سايبك انت عمال بتسال من بدري. اتفضل ممكن اتفضل بعد اذن حضرتك يعني. حكم تمام، للمستمع اتفضل. هل الرب قادر على كل شيء ولا لا؟ انا نعم عايزك ترد على ادي كل ما حق من عينيا، الرب خلينا قادر دلوقتي على كل شيء. اهدى اهدى سؤال. او انت بتسالني بتقول لي كده الرب قادر على كل شيء؟ الرب الرب قادر على الحق، كل شيء ولا لا؟ اي الرب الحق قادر على كل شيء ولا حلو. يحتاج لشيء. الرب قادر ينزل نفسه في صورة إنسان زي ما خلق آدم وحواء في صورته ولا لا؟ لا لأن ده نقص، لا، مفيش حاجة دي اسمها لا. يبقى ناقصة. كده ربنا مش قادر على كل شيء. طيب خليني بقى يبقى أنت أجاوب. كده بتقول إن ممكن ربنا تسمع؟ مش قادر على كل شيء. ممكن تسمع؟ أنت كده بتنقد نفسك. أنت بتقول ربنا قادر على كل شيء. ربنا قادر ينزل نفسه في صورة إنسان زي اللي خلق فيها آدم وحواء على صورته ولا لا؟ خلصت بتقول لي لا. خلصت يبقى كده ربنا خلصت. مش قادر على كل شيء. انت يعني خلصت بقى؟ خلصت كده ولا ما خلصتش؟ اتفضل. طيب رد على لا، ما انا سؤالك بس مستنيك ترد اتفضل على دول، اتفضل، ما انا عايزك تتكلمش ترد لي خلينا على دول. اتكلم، خليني بس ماشي، اتفضل. اجاوب على الاجابه دي بمنتهى الاريحيه. بيقول لك الرب ماشي. قادر على كل شيء، فينزل نفسه في صوره انسان يتضرب ويتف في وشه ويتعرى ويخش الحمام ويعمل بيبي وكاكا وينزل في جنين احشاء امراه صغيره ويعروه ويلبسوه رداء قرمزي ويبصقه في وجهه. ده نقص ولا عشان مش نقص خطية يا مستمع العالم اللي امين؟ عملها يا آدم فندم وحواء. خليني أنا اجاوب، ما بسألك سؤال تقاطعنيش. محدد. شايف يا جماعه سؤال، بيقاطع ازاي؟ فادي لا، ما عايز أنا تنهي، بسألك حاجة محددة. فادي ايش، استنى عايز تنهي البث، انزل خلصت، لا، أنا ما مش تقعدش هنهي البث. تقاطع، أنا مش ما متصل تقعدش بحضرتك تقاطع ولا بعت لحضرتك وترد على عشان أنهي السؤال البث. بتاعي. رد على السؤال بتاعي، انا جاوبتك امام ما أنا الناس، عايزك ترد عاجبك على الاجابه عاجبك سؤالي مش برضو. عاجبك رد على السؤال بتاعي. تعالى بس كده، الرب عندكم محتاج، دي صفه كمال ام نقص؟ اتفضل جاوب. الرب لما نزل في صورة إنسان، الله اتجسد في صورة إنسان بطبيعة البشرية كجسد، يحتاج. يعني الرب عندكم أصبح محتاج. حلو. لكن في عندك حاجة اسمها اتحاد اللاهوت مع الناسوت. اتحاد أيوة اللاهوت اللي هو إيه؟ الطبيعة البشرية بالطبيعة الإلهية. أيوة الطبيعة البشرية بالطبيعة الإلهية. نعم تمام؟ نعم النص اللي فيه بالمناسبة دي، النص النص اللي فيه إيه؟ البسوه اللي أظن في، أظن في متى 27. الله أكبر، والله فعلا طلع في متى 27. افتح لي متى 27، ماشي، هفتح لك متى 27. عدد كام؟ العدد من أول، من أول 27 برضو، متى 27 27 يعني اصحاح 27 عدد 27. آه صح 27 عدد 26. حلو. يلا متى كان 27 عدد ما هو 26 متى، مش فتحت. اللي هو في اخذ عسكر الوالي، عسكر برافو الوالي يسوع الى دار برافو الولايه، برافو، صح؟ مش هو ده اللي انت قصدك عليه؟ احسنت. حينئذ حلو اطلق قوي. لهم باراباس، النص اللي قبله على طول. يسوع عندكم هو لا، استنى. الرب، الرب في كل ملء اللاهوت جسديا، صح؟ الايه؟ الرب ايه؟ يسوع، يسوع عندكم هو الرب فيه كل ملء اللاهوت جسديا، صح؟ ولاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، صح؟ وهو والآب واحد، صح؟ اي ومن رآه رأى، رأى الله، رأى الآب، صح؟ وين ايه؟ من رآه، من رأى يسوع يعني رأى الآب اللي هو الله عندكم، صح؟ جميل أوي، ركز كده في سياق هذا النص. الرب عندكم الظاهر في الجسد، بيقول في انجيل متى اصحاح 27 عدد 26، حينئذ اطلق لهم باراباس، واما يسوع فجلده، جلد الرب عندك، صح؟ لا، استنى استنى استنى، بيقول لك حينئذ اطلق لهم براباس. لا، استنى، جيب بقى من قبليها. بيقول لك من اول 24، ما هو جميل. سبب اطلاق براباس. مش فلما راى موضوع، انا مش بيلاطس موضوعي على فكرة انه لا هيقول لي سبب ينفع. اطلاق براباس، انا بسألك بقول لك جلد الرب عندك، صح؟ قول لي صح ولا ما الايه؟ صحش. براباس مش موضوعي اصلا، مش موضوعي براباس، امال ايه؟ اما يسوع فجلده.
اللي هو او اما يسوع فجلدوه واسلموه ليصلب، وسلموه ليصلب، اه صح صح كده؟ صح حلو. جلدوا الرب فاخذ بإيده عسكر صح الوالي يسوع الى دار الولايه وجمعوا عليه كل الكتبه. ايوه ما صح عملوش عليه حاجه، شافه بريء. ايوه ايوه جميل قوي. النص اللي بعده، فعروه والبسوه رداء قرمزيا، اي عروا الرب عندك صح. ايوه، لان هو ده كان مكتوب برضو في العهد القديم جميل. اللي هي العدد 30، التوراه. وبسقوا علي، يعني بسقوا في وجه الرب عندك صح. ايوه جميل. ايوه السؤال ومكتوب ليك، برضو في سفر، في رؤية يوحنا اللاهوتي، ان في الارض هيكون لنا دي. سامعين يا مسلمين ويا مستمعين، خليهم هم بس يعرضوا ثواني بقى اقول عقيدتهم. لك بقى على لا حضرتك ده على حاجة، خد علشان انت بقى بتاخد السؤال، بعض الاجزاء بس. خد السؤال، خد السؤال. لا 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 استنى. وهل يليق بالرب أن يبصق في وجهه وأن يتعرى وأن يضرب ويجلد؟ الرب هو الوحيد اللي كامل انه يقدر يشيل خطية العالم اللي عملها ادم وحواء. ده مش مفيش سؤال، انسان كامل، مش الرب سؤال. الوحيد المتجسد في صورة يسوع المسيح هو جميل اللي يقدر يشيل خطية العالم، علشان جميل. كده نزل فادي واتعذب. ايوه فادي، انا ايه سؤالي؟ قول للناس سؤالي كده. سؤالك ان انت بتقول لي الرب عندك اتبصق عليه، بقول لك ايوه. لا اتجلد، لا بقول لك لا، ايوه. مش سؤالي، قلعوه مش عروه، سؤالي. ايوه. ايوه جميل. امال يبقى انا، سؤالك ايه؟ برافو عليك ان انت معترف. سؤالي ليك، هل يليق بالإله الحق أن يفعل فيه هكذا؟ جاوب. هو نزل عمل ليه كده؟ واتقبل بالكلام ده ليه؟ هو قبل بالكلام ده ليه؟ مش سؤالي، مش سؤالي. والله يا خبر أبيض، لا أجبني ما انا بنعم برد لا عليك، يا انا فادي. برد عليك، انا هي دي اجابتي. وجع انا قلبي. اجابتي هي دي. الرب الوحيد ما هو ترفعليش اللي ضغط كامل. يا ابن الحلال، ما ترفعليش ضغطي. اما اسالك سؤال ما تردش عليا بسؤال. سؤالي لا هل انا مش برد عليك بسؤال، انا اجابته نعم بجاوبك لا؟ فعلا. اجابته لا انا نعم لا. بجاوبك فعلا. هل ايوه انت بتقول لي الرب اتبصك عليه، بقول لك ايوه. ما انكرتش. الرب هل عروه، بقول لك ايوه. برافو الرب عليك جلدوه، بقول لك ايوه. الرب والله، سحلوه، برافو. بقول لك ايوه. ومات وجاء من الموت. ومات وقام من الموت. ليه ما كملتش بقيتها في اليوم ما الثالث انه قام؟ بعد ما مات 3 ايام وثلاث ليالي. في بس ركز. اليوم الثالث، ايوه ده حاضر. وقام في اليوم الثالث، مش بعد حاضر 3 ايام. طيب حاضر حاضر، ركز معايا بس، بس اهدى كده شويه. انا ايه سؤالي؟ انا هاد. انا ايه سؤالي؟ ما انا مستني السؤال ليا لحد دلوقتي. لا ما هو لا، انا بقى ليا سؤال. انا قلت سؤال اللي احنا قعدنا نتكلم فيه فتره. ايه هو سؤالي؟ اخر سؤال ليا ايه؟ ايه هو؟ اعيد تاني طيب؟ انت كنت معلش عيد. بتسال بتقول وهل الله قادر على كل شيء، يعني مش قادر يتجسد مش عارف مين. فانا بقول لك لا، لا يتجسد لانه نقص. فانا بسالك اهو وباكد لك وبوين لا للناس المستمعين. خليك اسمعني رب اسمعني اسمعني المجد اسمعني اتجسد. اسمعني اسمعني سامعك اسمعني، سامعك والله. فاسكت عشان تسمعني. فانا بقى بقول لك ليه ان ده نقص. هل يليق بالاله الحق ان يجلد، ان يبصق في يبصق دي يا جماعه، يعني يتف في وشه، يتف في وشه، ان يتعرى، ان يجر للصليب كخروف وكشاة؟ هل يليق هذا بإله حق؟ تفضل جاوب. اولا هي مش اهانة، ده انا ليا الفخر ان هو عمل كده وفداني على الصليب، لانه شال عني خطية ادم وحواء اللي محدش يقدر يعمل يشيلها غير هو، لان هو بطبيعته كامل. مش إهانة، انت تقدر تكون مش إهانة انك لا يتف مش في وش، اهانة، استنى استنى، يتف مش في اهانة. وش، هو الوحيد دي اللي مش بطبيعته إهانة. كامل يقدر يشيل خطية العالم. استنى استنى هل استنى استنى، الانسان براحة كامل؟ براحة. انت قلت كلمة سؤال، كده، جملة هل عايزة، الإنسان لا كامل؟ جملتك غلط. في عندك جملة قلتها لا انت مش غلط، جملتي غلط. استنى، لا اللي هي مش إهانة. استنى انا هضرب لك بس أيوه مش حاجة إهانة، صغيرة. ده فخر ليا لأنه فداني على حلو حلو الصليب. حلو حلو حلو، لحظة بس لحظة. عندما ماشي. يبصق في وجه، ستيب بقى باي ستيب، عندما يبصق في وجه الرب عندك، دي إهانة ولا شرف؟ جاوب. لا ده شرف ليا أنا. شرف شرف، حلوة. واحدة واحدة، عندما يجلد الرب عندكم، دي إهانة ولا شرف؟ شرف. جميل قوي. عندما مجموعة من البشر تضرب الرب بتاعكم وتعري من هدومه، دي إهانة ولا شرف؟ شرف. مجموعة من البشر يضربوا الرب بتاعك ويجروه للصليب زي الخروف كما شرف. في أعمال أي الصليب، حاجة هتقولها إهانة شرف. ولا شرف؟
عندما أي تكون شرف. نجاسة، إهانة ولا شرف؟ إيه؟ عندما يكون لعنة ونجاسة، إهانة ولا شرف؟ عندما يقول إيه؟ لعنة، لعنة، لا يكون ملعون ونجس، إهانة ولا شرف؟ مين اللي قال عليه ملعون ونجس؟ طب ممكن ترد الأول، رد لا وأنا هقول لا، لك ليه. اتهالت الانجيل، اتهالت الانجيل، ما ردش على حاجه مش موجوده في الانجيل. برافو عليك، أنا أمام الناس كلها، أمام الناس كلها بحيي إن فادي بيدور على الأدلة، مع إنه ما ردش على، لأن أنا عارف لو رد لا هيبقى فيها مزنق لي، مش مشكلة. لا، افتح يا فادي، على فكرة بفضل رب العالمين. بالمناسبة صحيح، أنت شفت مني إساءة؟ عشان أنت كنت من الأول تخشى إن أنا أسيء في البث، أنت شفت مني إساءة لا أمام لا لا الناس؟ لا 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 لا، ما فيش أي إساءة ولا أي حاجة، بس جميل أهم جدا. حاجة الناس اللي بتسمع أو الناس اللي بتشوفنا أو كده، أهم حاجة ما حدش يغلط، أنا مش عايز حدش، غلط. بمناسبة ما حدش يغلط، انت لو سألت الناس اللي بتكتب كلها في التعليقات سواء المسلمين او غير المسلمين، بص، محمد نصيب بفضل رب العالمين متشدد جدا مع لا المسيء، بص، اي مسيء انا ماليش دعوه، بحضره انا ماليش دعوه. اقول لحضرتك على حاجه، اقول لحضرتك على مباشرة. حاجه، اي قناه في الدنيا، اي قناه في الدنيا هتسيء لاي دين، لا يروحوا يشوفوا الهند فيها اكتر من 20,000 ديانه، يروحوا يشوفوا بدل ما يقعدوا يوقعوا ما بيننا هنا. تمام، نرجع يعني انا لموضوعنا. بقولها على الهوا هنا، لو في الناس اللي سمع الهند فيها اكتر من 20,000 ديانه، اللي بيعبد التعبان واللي بيعبد البقره واللي بيعبد الشمس واللي بيعبد القمر واللي بيعبد اندرا غاندي واللي بيعبد مش عارف مين واللي بيعبد، تمام. يروح يدوروا على الانتقادات دي كلها، يبعدوا عننا احنا. الشاهد من كلامي ان انا بقول للناس يعني ان بفضل رب العالمين عندي في البث ده ما يقدر حد سواء مسلم او حتى في واحد اسمه ابو المنذر اهو معانا اساء لحد، مش فاكر كان اساء لضيف، حذرته مع انه اخ ادمن مسلم محاور، بس اللي بيقولوا عليه ايه، قانون الغلط في ضيفي غلط فيا انا. ما تيجي نرجع انت بقى، شفت ما تيجي مني اي نرجع انت شفت نرجع مني اي لموضوعنا. غلط؟ لا تمام، انت شفت مني اي غلط؟ لا لا يا فادي، ربنا لا انا ما غلطش في حد، انا ما يبارك غلطش فيك في حد، هي ويهدينا كلها ويهديك يا عباره رب عن لكل صوره حق. محادثه حلو، واختلافات اراء بس مش اكتر. تعال نرجع تاني. انا قلت لك امام الناس معنى ان يكون نجس او ملعون دي اساءه، انت قلت لي لا هنجيبها في الانجيل. جميل قوي، افتح لي رساله بولس الى اهل غلاطي اصحاح 3 عدد 13. يلا نايس محمد معاك. جبت النص، لا بتقول ايه؟ افتح لي رسالة بولس لأهل غلاطي اصحاح 3 عدد 13، نشوف بولس قال عن يسوع ايه. رسالة بولس، نعم رسالة بولس، رسالة بولس لأهل غلاطية إصحاح كام؟ صح، 3 عدد 13. إصحاح 3 عدد 13. ثواني، رسالة بولس دي لفلوسي لفلبي غلط، يا إصحاح كم؟ صح، 3 عدد 13. عدد 13 بيقول لك المسيح افتدانا من لعنة الناموس، صح كده؟ صح كده، كمل. حلو قوي، بيقول لك المسيح افتدانا من لعنة الناموس، لعنة جميل، الناموس المقصود بها هنا اللي كمل. هي الخطية اللي وقع فيها آدم عارف وحواء، عارف إذا عارف أنا صار اللي لعنة هقوله. لأجلنا، تمام، ثواني، إذا صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. جميل. حلو، أنت قصدك اسمع ملعونة السؤال بقى، اللي الخشب اللي هي خشبة الصليب اللي أنت تقصدها، أنا عارف أنت هتقول إيه. حلو، تمام اسمع لتصير السؤال، بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع لننال بالإيمان موعد الروح. تمام كده؟ اسمع السؤال، اسمع السؤال اتفضل. الآن أمام الناس كلها أهو، أنا قلت لك ولما يكون لعنة أو نجاسة ده مجد ولا لا لا عار، لا، فأنت قلت لي لا. ثواني، اسمع يا فادي، اسمع اللعنة، يا فادي، يا فادي فين قول القلم، قول فين القلم قول يا قول وانا فادي، هرد عليك. اسمع يا فادي، اسمع اسمع يا ما انا فادي. بقول لك قول، والله بقول لك قول، وبقول لك قول وانا هسمع. طيب أنت لما سألتك قلت لك يقال
لعنة أو نجاسة، ده مجد ولا عرف؟ أنت قلت لي لا، طلعها لي من الكتاب. قلت لك حاضر، عندنا النص أهو. حلو بولس بيقول في رسالته إلى أهل غلاطية إصحاح 3 عدد 13، المسيح، المسيح ده عندكم الرب، صح يا فادي؟ صح يا فادي؟ فادي ثواني، الصوت راح وجه على فكرة يا استاذ محمد. المسيح عندكم ده الرب، صح يا فادي؟ يا فادي هو في ايه؟ يا استاذ محمد ركز معايا. السؤال، قول السؤال، قول السؤال انا المسيح هكتبه. عندكم هو الرب، صح يا فادي؟ صح. في ايه؟ في ايه ثواني، يا المسيح فادي؟ عندي، المسيح، المسيح هو المسيح. ربكم، ربكم هو المسيح، صح؟ بيقول كده تمام المسيح، المسيح افتدنا من لعنة الناموس، ايه؟ اذ صار لعنة، اي ربهم طب صار سمع. لعنة. ليه لعنة؟ ليه أصبح الرب عندكم لعنة؟ لأنه مكتوب لا 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 ثواني من ثواني علق على خشبة. لا لا ثواني فادي، ثواني 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 كل من علق على خشبة ملعون ولا لعنة؟ ممكن طب ثواني، ما اللي هو كشخص اللي هو اللي اتعملوا فيه، لكن الرب نفسه مش ملعون. ازاي؟ حلو، لان انا هقول لك انا شرح الايه، انت مش جبتها، انت مش اتفضل جبتها وقلت وريتهاني فين. تمام، اتفضل. انا فتحت الانجيل، حلو، انا ما كنتش اعرف. بيقول لك المسيح، نجيبها من اول، اجيبها من اول، ولكن ان ليس احد يتبرر بالناموس عند الله، فظهر لان البر بالايمان يحيى، ولكن الناموس ليس. صوت قطع عندك. بيقول لان البر لكن الناموس ليس من الايمان، بل الانسان الذي يفعلها سيحيا بها. المسيح افتدانا من لعنة الناموس، المسيح افتدانا من لعنة الناموس، لعنة الناموس اللي هي المقصود بيها الخطية اللي عملها آدم وحواء. تمام كده؟ حلو. إذ صار لعنة لأجلنا، صار لعنة إن هو هينزل، هيتشتم، هيتهزق، هيتعرى، هيتجلد لأجلنا إحنا، هيعمل كل ده علشاننا إحنا. يعني صار لعنة ولا ما صارش لعنة؟ لا ما صارش لعنة، بل ازاي؟ ده بالعكس. انت اصلا انت بتفسيرك اللي فات ده بتقر انه صار لعنة. لا سبحان ما صارش لعنة، الله، ما لا صارش لعنة. بقول لك طيب ثواني ما ثواني، استنى هو استنى مش استنى بس لعنة. استنى استنى استنى، ما صارش لعنة. ممكن تقول لي صار لعنة دي عن مين؟ مين اللي صار لعنة من أجلكم؟ مين؟ اللعنة اللي عملها آدم وحواء دي المقصود بيها الخطية اللي عملها صار آدم لعنة وحواء. دي عن مين؟ أليس عن الرب عندكم؟ يا راجل إيه اللي أنت بتقول؟ يا يا ماشي، فادي علشان يتعلق على إيه؟ خشبة الصليب، أيوه، اتصلب على الصليب يا يبقى صار محمد. لعنة ولا لأ؟ لا ما صارش لعنة يا خبر أبيض، بالنسبة لهم، يا هم خبر اليهود أبيض. بالنسبة لهم، اليهود ثواني، بالنسبة لليهود، بالنسبة لليهود كل اللي بيتعلق على خشبة الصليب ملعون، لكن بالنسبة لي أنا كمسيحي لا. بالنسبة لليهود، طب بالنسبة خلاص، لليهود للوقت اللي اتصلب فيه المسيح، كل قول اللي معايا، بيتعلق على خشبة قول الصليب، معايا كده. خشبة الصليب ثواني بس ثواني، أنا برد على لا كلامك. لا، خشبة انا الصليب قول في معايا عند امين. اليهود، اه ثواني قول ثواني يا أستاذ محمد، بعد إذنك بعد إذنك، قول. خشبة طب الصليب عند اليهود كل اللي بيتصلب عليها، أولا مش اسمها خشبة الصليب، كانت اسمها خشبة العار، لكن بعد ما جه المسيح اسمها خشبة الصليب اللي هي رشمة الصليب اللي بتاعتنا احنا دلوقتي، اسمها خشبة اللعنة، خشبة العار في عهد اليهود. المسيح لما نزل اتعامل معاملة لصوص، صلبوه وهانوه وتفوا عليه وجلدوه. ده الرب عندك، صح؟ الرب اللي فداني، جميل، ركز معايا بقى كده، الرب قول معايا الكامل، كده، الرب قول الكامل الوحيد اللي يقدر يشيل خطية العالم كلها، أنا ماشي كإنسان مش هقدر. ماشي، قول معايا كده، لعن الله من قال أن المسيح صار لعنة. قول آمين. إيه؟ لعن الله إيه؟ من قال أن المسيح صار لعنة لعنه الله، لعن الله اللي يشتم المسيح ويقول صار لعنة. قول آمين. لا ثواني بس، ما اوضح واحدة واحدة بس عشان الصوت بيقطع، اوضح ايه؟ انت سامع، انت سامع وخايف تقول الصوت امين. بيقطع قول ويجي، لا قول صدقني قول الصوت قول اهو بيقطع ويجي. اهو اهو، قول امين، قول امين. لعن الله من قال ان المسيح لعنه. قول امين. أمين. امين. لعن الله.
الو عليكم الالو، رد على السؤال. قول امين. ايه؟ لعن الله من قال ان المسيح صار لعنه. قول امين. امين. انت بتلعن بولس، اقسم بالله العظيم انت الان لعنت بولس. عارف بولس رسولك؟ انت لعنته. خد النص يا ده، باشا اسمع بولس اسمع اسمع الرسول. اسمع يا ثواني يا استاذ محمد، فادي، ركز كده معايا لحظه. خد النص هتديني ده ارد عليك علم، ولا اسمع بس يا راجل اسمع. خد النص ده وعلم عليه بالقلم كده، وروح للقس في الكنيسه وقول له يا ابونا اليس الان بولس قال عن المسيح صار لعنه لاجلنا؟ هيقول لك اه. ثواني؟ لا فانت لا لا، ما لعنت قالش. الان، انت بتلعن ثواني بولس امام ثواني يا استاذ المسلمين، محمد، يا استاذ انت لعنت محمد، يا بولس. استاذ محمد، ثواني يا استاذ محمد. بولس الرسول لما كتب بيقول لهم الا لاهل غلاطيا، زي ما انت بتقول رساله بولس الرسول الى اهل غلاطيا، كان بيقول لاهل غلاطيا اللي حصل مع المسيح، اللي هم اليهود عملوا ايه في المسيح. نعم نعم ما هو الرسالة دي لأهل غلاطيا، أي بولس رسالة لبولس الرسول بيحكي فيها اللي حصل في المسيح، ايوه بولس بص لأن اليهود كانوا بص بيعملوا كده، بولس بيقول ان المسيح صار لعنة لاجلكم بيقول وبيدلل. على لسان اسمع بس اليهود اسمع لما اسمع المسيح اتعذب، ما هو بيدلل بيقول بيقول لك على لانه لسان اليهود لما اسمع المسيح بس اتعذب. طيب طب اسمع اسمع بيقول لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. والمسيح اتعلق على خشبة ولا لا؟ ايوه، لان هو بينقل لهم الكلام بتاع اليهود، بيحكي لهم على لسان اليهود، ولسان اتكتبوا اليهود والفريسيين هم اقروا بكده، عملوا فيه كده، حلو، ولسان اتكتبوا اليهود والفريسيين. حاضر، ولسان اليهود ده وتعاليمهم جايبينها من الرب الحق ولا جايبينها تعاليم مخترعة؟ ايه؟ تعاليم اليهود دي كانت وصايا الرب ولا وصايا الشيطان؟ حلو قوي. المسيح في العهد القديم، خلينا في العهد القديم، في التوراة، نعم في التوراة كان بيقول اليهود لما هم اللي هم شعب الله المختار، اللي هم شعب الله المختار في العهد القديم، بيقول لهم انا هاجي وبانزل هشيل الخطيه بتاعت العالم اللي عملها ادم وحواء، واختار شعب بني اسرائيل. حلو. في العهد لما جه في القديم. العهد الجديد، ثواني ثواني الكلام بتاعك ده محتاج عليه ثواني دليل. الرب عندكم قال انا في العهد الجديد، في العهد القديم قال انا هنزل. ثواني. العهد القديم الرب كان مختار شعب اليهود اللي هم بني شعب بني اسرائيل، هم شعب الله المختار، وكان قايل لهم استنوا انا هاجي علشان هفديكم على خشبة الصليب، انا هفديكم. ممكن تقول اقرا الكلام ده؟ الاسفار القديمة كلها كده، لا اقرا لا لا الاسفار لا القديمة لا، كلها كده، اقرا بس سفر بس ايليا، اقرا بس سفر استنى بس يشوع، استنى ثواني، بس اقرا سفر استنى بس ايليا، اقرا استنى سفر بس يشوع. في العهد استنى بس، الجديد هات النص المسيح لما جه اليهود ما عرفوش، هات النص. لا لا لا، وكان هات الكلام النص ده برضو مكتوب في العهد القديم، هات النص، ما تقوليش قال لك اقرا، انا ما هاجي تقول وهم مش هيعرفوني. يا فاد. فادي انت سامعني يا فادي ولا لا؟ هات النص انا امام سامع. الناس، ما تقوليش اقرا. انت عندك العهد القديم قرابة 1000 صفحة، هقرا 1000 صفحة عشان اطلع الكلام اللي انت بتقوله انا كتير. بقول لك هات لا، الشاهد. اقرا ليا، بقول لك انا بهو اقرا ليا كله، اقرا ايه ايه يشوع، اكتب الاسفار دي عندك، هو في سفر اقرا اسمه سفر ايليا؟ ليا. سفر ايليا؟ هل سفر ايليا؟ في العهد يشوع ولا القديم؟ ايه؟ يشوع ولا سفر ايه؟ يشوع يشوع يشوع. ايليا؟ هو في سفر اسمه سفر ايليا في العهد القديم؟ معلش ثواني ثواني، لا لا معلش، ده النبي انا ليا، ده اول النبي مرة ليا، اسمع معلش. عنه. مفيش ايليا صح؟ لا اقول لك انا، اقول لك انا، اقول لك انا، اي اقرا سفر اشعياء. حلو. سفر وعندك اشعياء. ارميه. حلو. وعندك سفر دانيال، اي وحزقيال وهوشع وعندك سفر يوحيل. والتكوين واللاويين والتثنية والعدد والخروج. ثواني. حلو. تعالى تعالى وتقرا تعالى سفر هنا، يوحيل، تعالى هنا تاني، تعالى هنا اقرا تاني. الرب عندكم حتى يفديكم من خطاياكم ومن خطايا التي خطية آدم التي فعلها بعدما تجسد، نزل على الأرض وفداكم بأن قتل أو قدم نفسه فداء وعوضا عنكم، صح كلام؟ صح يا فندم. وكان هو بيقدم نفسه، بيقدم نفسه كخروف، صح كلام؟ ايوه كلنا خرفان، كان بيقدم نفسه خروف. هقول لك ليه، نعم هقول لك ليه، هقول نعم لك ليه. انا عارف انت عايز تقول الرب عندنا خروف،
لا ده هو اللي انت انا مش عايزه، هقول، او ده اللي انا انت هجيب عايز لك، توصل له. انا هجيب لك لكن النص انا هقول لك، اللي لا، بيتكلم انا فيه. هقول لك، انا العهد القديم، في العهد القديم ايوه كان شعب بني اسرائيل الذبيحه اللي بيقدمها كانت عباره عن خرفان، اللي هي الكبش، كبش الفداء. لان في الوقت يعني الانسان بطبيعته مش كامل، لا بس ده مش فكان موضوع، الرب ركز، علشان فسر النص ده، الرب الوحيد، ثواني، فسر الرب النص ده الوحيد للناس، اللي كامل، ايه فسر النص ده للناس. سفر اللي يوحنا هو، اللاهوتي اصحاح 17 عدد 14: هؤلاء تمام، سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب. كيف يكون الخروف عندكم رب الأرباب؟ هل من المجد أن حلو. يوصف ربكم اقول لك، بالخروف اقول أم لك، العار؟ لا، مش بالمقصود بها كده. بص، هي عباره عن، اقول لك انا ايه، حاجه زي تشبيه. لان في العهد القديم بني اسرائيل كانوا بيقدموا كبش الخروف ده، كانوا بيقدموه كبش فدا، لان مفيش حد يقدر يشيل خطيه العالم غير الرب. فربنا لما نزل في العهد الجديد وقدم نفسه على خشبه الصليب، كبش فدا، فكان انت قلت بالظبط هو كبش الوحيد اللي يقدر، ايوه، هو الوحيد اللي يقدر يشيل خطية العالم. فالرب عندكم نزل على صورة خروف، فخروف لا، الفداء مش نزل على صورة خروف، امال ايه؟ اتقدم كذبيحة على خشبة الصليب. اتقدم كخروف، ما هو النص عندي بيقول لا، لي الخروف رب ذبيحة. الأرباب. لا، طيب انا دلوقتي اهو اهو، والخروف رب الأرباب، مين رب الأرباب عندك يا فادي؟ قول لي كده. يسوع المسيح. ما الخروف، والخروف رب الأرباب، مين رب لا، الأرباب؟ بيقول لك كا، الخروف، خلي بالك. الخروف، مفيش كا، فين كا، فين كا، فين كا، فين كا؟ انت بتسرح بيا يا فادي، يا فادي عيب يا فادي، لا، تسرح بيا انا؟ انا بقول النص، على الكلام بتاعك انت، النص ده انا بقول مفهوش على كا، الكلام بتاعك انت. لا مفهوش كخروف، حلو، النص بيقول لي الخروف رب الأرباب. الخروف ايه يا فادي؟ ماشي. قول وراي، الخروف ايه؟ الخروف ايه؟ ايه؟ رد، الخروف لا، ايه؟ قول، رب انا سامعك، الأرباب انا سامعك. عندك صح؟ الخروف رب الأرباب عندك صح؟ ما هنا تشبيه ليس إلا، يعني طب رب الأرباب هقول لك عندكم ليه، شبه هقول لك ليه، الخروف صح؟ تشبيه وليس شبه. رب الأرباب عندكم تشبيه الخروف صح؟ تشبيه، ايوه صح، لأنه قدم نفسه على خشبة الصليب. زي الخروف صح؟ تمام، ماشي، أنا هو موافقك، أنا موافق، هو ده أنا هو ده هوصل لك اللي أنت عايزه. هو ماشي، ده، برافو عليك، برافو عليك يا فادي، هو ده هو ده اللي انا عايز اقوله. انت تعرف ايضا اتفضل قول. انه هذا الخروف له 7 قرون. ما دي 7 ممالك اللي هتقع في نهاية، في نهاية العالم. يعني ده انت السبع بتؤمن، قرون دول اللي هم ال7 ممالك. ايوه يعني انت بتؤمن ان الرب عندكم ب7 قرون صح؟ دول ال7 ممالك. اقرا سفر حلو، رؤية يوحنا اللاهوتي كويس. خلي بالك، اصحاح يوحنا كام؟ اللاهوتي اصحاح كام؟ ايه؟ اصحاح كام؟ اصحاح كام؟ لا، طب مين هم ياجوج وماجوج؟ ما هو مالي موجودة برضه بقى، في انا يوحنا مالي اللاهوتي. بمأجوج ولا ما موجودش؟ لا ركز في سؤالي، اصحاح لا، كام اللي احنا مين بنتكلم هم فيه ياجوج الان؟ وماجوج؟ لا، انا برد عليك. بقول لك مين ربك هم ياجوج في النص، وماجوج؟ ايوه الرب عندكم في النص ل7 قرون، بيقول لي من هم ياجوج وماجوج. يا عم انا مالي، انا السبع مالي، قرون. لا، امال ما ياجوج قلتش الرب ليه 7 قرون. لا، امال انا ايه؟ بقول لك ال7 قرون اللي هم ال7 ممالك. ايوه اقرا يعني مفيش، التفسير كويس، هات يعني مفيش سبع تفسير قرون رؤية يوحنا اللاهوتي لايا كان الشخص اللي انت عايز تجيبه. مين؟ حاضر حاضر، يعني السبع مفيش، ممالك، ال7 قرون اللي هم ال7 ممالك. يعني الرب عندكم ب7 قرون ولا خلي لا؟ بالك، سفر رؤية يوحنا اللاهوتي لازم يتقري كويس، وتقرا فيه تفسير 1 و2 و3 و10. حاضر التشبيهات حاضر اللي بتقولها حاضر دي تشبيهات غلط كلها، حاضر. اللي انت تشبيهات بتقوله ده ايه؟ مش انا غلط. اللي، انا مش مش انا اللي قلت، استنى بس استنى، بلا التشبيهات اللي انت قلتها، انا ما قلتش انت بتقول تشبيهات، الانجيل اللي قال، انا بقول انا لك بس الانجيل اللي هو بيقول كده. بس هات في رؤية يوحنا اللاهوتي بالاخص، ايوه رؤية يوحنا اللاهوتي بالاخص ايوه هات له فيه 50 تفسير أي علشان تعرف كل كلمة فيه. أيوة. دلوقتي يعني انت الان مقتنع معايا ان الرب عندكم ب7 قرون صح؟ لا، أرى الرب عمره ما كان بسبع طيب قرون، السبع بص قرون المقصود بها بص في سفر بص رؤية النص اهو، يوحنا اللاهوتي زي ما انت بتقول. النص اهو ثواني، رؤية يوحنا رؤيا اللاهوتي زي ما يوحنا انت اللاهوتي بتقول. اصحاح 5، رؤيا يوحنا اللاهوتي اصحاح 5 العدد 6 بيقول:
ورأيت فإذا في وسط العرش خروف قائم كأنه مذبوح له 7 قرون. فالرب عندكم أهو ليه 7 قرون أهو أهو 7 قرون أهو فين فين فين؟ أهو يا فندم أهو 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 أهو. بص ثواني ثواني، رؤيا يوحنا أصحاح 5 عدد 6 أهو. أنت مش مصدق ليه؟ ثواني أهو 7 قرون، مش مصدق ليه؟ ليه مش مصدق بس؟ يا باشا، السبع، يا استاذ محمد، السبع قرون دول اللي هم السبع ممالك، أيوه يعني 7 قرون سبع ولا لأ؟ قرون اللي يعني هم أمام سبع الناس أنت ممالك. أيوة يعني أنت هات أقرت. تفسير استنى بس رؤية يوحنا اللاهوتي. طب اشمعنى أقررت دي مش عايز تجيب فيها تفسير؟ حاضر، يعني أنت أقررت معايا قدام الناس أهو إن الكتاب المقدس بيقول إن الرب عندكم ب7 قرون، 7 ممالك بقى، 7 مش مال بس لو هم اسمعوا الكتاب. السبع، هات تفسير يا استاذ محمد. حاضر بس ابعد بقك عن المايك، ابعد بقك عن المايك بس، يعني لا أنت والله انا بتتكلم. بعيد على فكرة، والله بعيد حاضر عن المايك. هات حاضر تفسيره، هات حاضر تفسيره، حاضر برضه هات حاضر، يعني تفسيره. أنت حاضر، يعني طب أنت انا برضه هقول من لك انا الآخر على حاجة، حاضر. يا هقول لك عم انا على حاجة. اسمع اسمع، خلينا نتكلم كده، كلمة قول عايز اقول، كلمة قول مش عارف اقول كلمة. قول قول اتفضل. يعني انت في الاخر امام الناس اقتنعت معايا واعترفت معايا ان الكتاب المقدس وصف الرب بتاعكم ان ليه 7 قرون، 7 ممالك بقى، 7، المهم ليه 7 قرون بحسب الكتاب، صح ولا ما انا هم غلطان؟ مش سبع قرون زي ما انت عارف ان هم سبع قرون، بس الكتاب قال 7 قرون. بس الكتاب قال 7 قرون، انا ليا دعوة بالكتاب، ما هي تفسيرها مش اللي هي السبع قرون يا استاذ انا محمد. ماليش دعوة بالتفسير، انا انت ليا دعوة بتخليني بالكتاب. اضحك على فكره، ايوه ما انا عايز، صدقني انا انت عايزك، بتخليني ده اضحك. انا هضحكك ضحك يا فادي، ده النهارده يوم الكوميكي. الله المستعان. تفسيرها يا استاذ محمد ان مش هي تفسيرها زي ما انت طب متخيل، ايه سبع رايك يا قرون فادي؟ يعني. فادي انت تعرف ان بالقرون السبعه اللي للرب بتاعكم انتوا بخمس المفروض قرون، هل تنصحوا؟ انا بخمس قرون؟ لا ثواني، لا يا لو فادي، انا مثلا بيقولوا فادي بخمس قرون ولا سبع قرون، هل انا بسبع قرون؟ لا ما انت ما مفيش، ما ما نتقل. اتكتبش عندك ب7 قرون. هات لو تفسيره يا استاذ محمد، يا سيدي الفاضل، يا اخي الفاضل. نعم فادي سامعني سامعك الآن. يا انت استاذ تعرف، محمد، طب يا انت اخي تعرف، الفاضل، يا اسمعني اخي الفاضل، يا اخي الفاضل، ثواني. طب يا نعم استاذ محمد، يا اخي نعم الفاضل، هنقضي البث ده كله يا سفر اخي رؤية الفاضل. يوحنا اللاهوتي. نعم الله عليك. هات تفسير رؤية يوحنا اللاهوتي علشان تعرف ايه هم السبع قرون، تعرف ايه هم الهوس الاول والهوس الثاني والهوس الثالث والهوس الرابع، او الاختام بمعنى اصح، الختم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. رؤية يوحنا اللاهوتي لازم تجيب لها تفاسير علشان تعرف كل كبيرة وصغيرة. مش معنى طب ما اقول لك، حاضر حاضر، انت تعرف احنا اتفقنا ان هو ب7 قرون، تعرف ان ال7 قرون دي او ان انتوا فيش بتنطحوا بالرب. انا اقول فادي بخمس قرون، لا حاضر 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 حاضر، انت تعرف ان الكتاب ايضا قال ان انتوا بتنطحوا بالرب. ليها تفسير، ليها معنى. اتفضل فسر انت. سفر المزامير اصحاح 44 عدد 5 بيقول بك ننطح مضايقين، بك ننطح مضايقين، فهل ثواني أنتم تنطحون ثواني، سفر المزامير، بربكم؟ المزامير 44 عدد 5، تفضل. ثواني، بك ننطح مضايقين. نعم. انطحونا، انطحونا. نعم. مين علنا؟ ده مين؟ سفر المزامير. ثواني أي، تفضل. يا باشمهندس، هات لي كده سفر المزامير. ثواني، هو هيجي، خلي بس يجيب لي سفر المزامير. حاضر. انت بتقول لي اصحاح كام؟ 44 عدد 5. 44 عدد 5. هات لي سفر المزامير 44 عدد 5. ثواني يا زلمه. ده انتوا هتنطحونا نطح النهارده. لا صدقني، انت زي ما بقول لك انا كده، سفر رؤية يوحنا اللاهوتي، وبرضه هستنى برضه خرجنا معاك في مره ثانيه. خرجنا من رؤيا يوحنا واحنا في المزامير اهو بقى، خلاص ماشي، المهم. 44 عدد 5. نعم حلو حلو. لأنه ليس بسيفهم ممتلك الأرض ولا ذراعهم خلصهم، لكن يمينك وذراعك ونور وجهك، لأنك رضيت عنهم. أنت هو ملكي يا الله، فأمر بخلاص يعقوب. بك نناطح مضايقين، باسمك بك ندوس ننطح القائمين مش علينا. نناطح، بك ننطح، ركز فيك، اقفل القلم، اقرا صح، اقرا صح، بك ننطح. ننطح
بك ننطح مضايقين، باسمك ايوه كده. ندوس القائمين علينا، لأني على قوسي لا أتكل، وسيفي لا يخلصني، لأنك أنت خلصتنا من مضايقين وأخزيت مبغضينا. طيب ماشي، مالها؟ ايوه اهو، بك ننطح مضايقين، اي انكم تنطحون بربكم. صح. ايوه. طيب مالها؟ طيب ايوه دي ايه قول لي. ايوه انا مالها؟ يعني انتم بتنطحوا بالرب بتاعكم، والرب بسبع قرون، والرب خروف بسبع قرون، وانتم بتنطحوا مش بقرونه. معناها كده، مش امال ايه؟ معناها كده. امال ايه بك لا، ننطح مضايقين؟ امال ايه؟ باسمك امال ايه؟ القدوس، باسمك القدوس، انت بتفسر لي اللي باسمك، يعني بعدها. اسم. اقول لك انا يا هات محمد، بك ننطح مضايقين يعني ايه؟ بص انا بص هقول لك هعلمك انا يا عليها محمد. اهي. بص اهي، انا معلم لك على الجمله اللي تشرحها اهي، ما تخرجش عنها. يلا انطلق. ما هو لو بك ننطح مضايقين، باسمك ندوس القائمين علينا. مش موضوعي، رد على بك ننطح. ايوه، انا باسم المسيح، اي حد هيضايقني يعني ننطح برفع اسم المسيح قدامه. ننطح ايوه. انت بيقول لك ايه؟ بيقول لك برفع اسم المسيح تفسيرها ايه قدامه. بقى؟ يعني انت بترفع اسم المسيح بتنطحه يعني؟ دي ايه علاقته بننطح؟ لا، بالمضايقين. ما تركز بقى معايا بقى. ننطح يعني ننطح. يعني ايه ننطح؟ ايوه يعني انت هخبطه بالروسية اشرح مثلا يعني؟ ايه. يعني هخبطه بالروسية يعني مثلا يعني ولا ايه؟ هقول لك ايه يعني؟ حلو حلو حلو، اديله بالرزية. هقول لك ايه يعني؟ خبر ابيض على كده، ما يعني ما مش ليه؟ بمعناها اللي انت مفهوم ده يا استاذ محمد. ليه؟ مش معناها كده باللي انت ليه؟ فاهمه ده. ليه طيب؟ لا، ما لو الانجيل، لو الانجيل هيتفهم حرفيا ولفظيا زي ما انت ما بتقول، او زي ما انت ما فاهم. لا، غلط خالص، في تفسير ليه. طب استنى، الخرفان بتنطح ولا ما وغير بتنطح؟ كده يعني الخرفان بتنطح ولا لا؟ الخرفان بتنطح. جميل قوي. افتح لي سفر انجيل يوحنا اصحاح 21 عدد 15. انجيل يوحنا نعم. ولا يوحنا اللاهوتي؟ لا، انجيل يوحنا مش رسالة، انجيل يوحنا صح انجيل 21 عدد يوحنا. 15. رسالة كلام ثواني، بطرس راعي انجيل خراف. يوحنا، ثواني، انجيل يوحنا عدد اصحاح كم؟ طيب انت عارف النص بتاع ارعى خرافي، وخرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني، عارف ولا لا؟ طب ماشي، انجيل يوحنا اصحاح كم؟ اصحاح 21 عدد 15. إصحاح 21 عدد 15. حلو أوي. فبعد ما اتغدوا، قالوا يا يسوع لسمعان: يا سمعان، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت قال تعلم ارعى إني خرافي. أحبك. قال له: ارعى خرافي. الخراف اي اللي هو المقصود بينا إحنا. انتوا اللي هي شعب الكنيسه صح؟ تمام كده. ان هم انتم خراف يسوع صح؟ أيوه. شعب الكنيسه، والكنيسه حتى بتسموها حاضره خراف يسوع صح؟ في الكنيسة ايه؟ حاضره خراف يسوع صح؟ تمام. تمام. الشرق الاوسط بيقولوا ان الحاضره دي اللي هي زريبه، بالمعنى يعني بتاعها زريبة صح كده؟ فالحظيرة حظيرة خراف يسوع اللي هما الكنيسة صح كده؟ حلو، بس هو بيت الكنيسة مش زريبة يعني. بس تسمى حظيرة، حظيرة خراف يسوع صح؟ حظيرة خراف الكنيسة. خراف أيوة الكنيسة المقصود بها اللي هو احنا. أنتوا أنتوا نعم احنا فرد، احنا أيوة كافراد، احنا كشعب المسيح، حلو. يبقى أنتم شعب أنتوا أنتوا المسيح، بس ركز ويروح معايا بقى أهو، بيت ركز معايا ربنا اللي هو بيت يسوع المسيح. الكنيسة ركز. دي بيت يسوع المسيح، حاضر. والكنيسه هي حظيره وراعي الخراف. الكنيسة اللي هو الاب الكاهن الكبير او الاسقف. برضه بيبقى خروف ولا ما بيخرجش عن الخروف؟ لا، ايه، راعي الكنيسه بيكون خروف ولا بيخرج من خراف يسوع؟ احنا كلنا هنا خرفان ربنا، يعني مثلا يعني كلنا خرفان ضل، كلنا البابا خرفان ضل. الانبا توادروس خراف من هو خروف من راعي خراف يسوع الكنيسة، ولا لا؟ راعي الكنيسة هو اللي بيرعانا احنا. بيرعاكم، هل هو من خارج الخراف ولا ايضا من لا، خراف يسوع؟ انت دلوقتي مالكش دعوة باشخاص، انت مالكش ما دعوة انت مش باشخاص، خلي فاهمني. سؤالك محدد.
لا انت مش لا لا فاهمني. لا مالكش دعوة. بص الراعي، بص المسيحيين تما، الراعي، انا هبسط لك الإجابة في جملة مفيدة. المسيحيين تما بالنسبة ليسوع المسيح هما الخراف. ايوه يعني البابا الانبا توادروس والانبا شنودة كلهم خراف يسوع، صح كده؟ حلو، صح كده؟ ده اللي انت عايز توصل له. ماشي انا معاك، جميل ده اللي انت عايز توصل له. جميل تمام. جميل قوي. ركز معايا بقى كده في الكلام، انت اصل انت بتقول ايه؟ يعني احنا ننطح، ركز كده معايا، انتم خراف والرب عندكم بخروف، لكن الرب عندكم بسبع قرون وانتم بتنطحوا بالرب. لو انت جمعت الكلام ده كله جملة مفيدة هتفهم ايه؟ لا 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 مش كده خالص، مش كده خالص. انا اقول لك هات تفسير الانجيل وهات تفسير رؤية يوحنا اللي هوت، وبعد كده تعالى كلمني في النقطة طيب دي. ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. طيب تمام. انتوا خراف والرب عندكم خروف، ايه الفرق؟ ايه؟ انت سمعت كويس، لا صدقني صوت قطع مرة انتم واحدة. خراف. بيقول لي لا صدق، اما عرفت منين ان انا بقول لك انت سمعت كويس؟ يا خلبوص. لا بقول، لا لا بقول لك الصوت قطع وجيه فما سمعتش طيب كويس. الصوت قطع وجيه ما سمعتش كويس. انتم كمسيحيين يعني خراف والرب عندكم خروف، ايه تمام. الفرق بينكم وبينه؟ ما هو خروف وانتوا خراف. لا لا ربنا مش خروف، ما النص ربنا بيقوله اتقدم والخروف، ككبش فداء والخروف على الصليب. ما لا انت عندك اتقدم كمثل الذبيحة اللي كانت بيقدمها اليهود، اتقدم كمثل. طيب الرب عندكم اتقال عنه انه بسبع قرون، انتوا بكام قرن؟ ولا 7 قرون. اقرأ تفسير يوحنا اللاهوتي لأكتر من حاضر، شخص مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. علشان يعني تقدر تعرف مين هم ال7 قرون اللي انت ماسك عليها. ال7 قرون دول 7 ممالك. تمام، بس مفيش قرون، 7 قرون المقصود بها دول 7 ممالك. بس مفيش قرون. لا اهو اقرا بقى، اقرا بقى لما تجيب أما تفسير ليه الكتاب، هتعرف. ليه الكتاب قال سبع قرون وسبع عيون؟ جيب التفسير وانت هتعرف حضرتك. ماشي، يعني الكتاب ذكر انه ليه سبع قرون وسبع عيون، لكن سيبك، نسيب الكتاب بقى، نسيب نصوص الكتاب ونبص على التفسير، مش لا لا مشكلة. لا يوحنا اللاهوتي علشان تعرفه صح لازم تقرا ليه تفاسير. ما فيش مشكلة، افتح انجيل متى كده اصحاح 19 عدد 12. انجيل متى، ثواني. انجيل متى اصحاح كام؟ 19 عدد 12، 19. نص عدد المعروف 12. أوي المشهور، يوجد خصيان ولدوا من بطون أمهاتهم هكذا، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماء، ويوجد خصيان ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماء، من استطاع أن يقبل فليقبل. ثواني ده بقراها هل كويس. يسوع يأمركم بالتخصي؟ ثواني بس، ثواني اقراها بس الاول كده من اولها وانا هشوف يلا الدنيا تاني. يلا عشان قرار كده يلا عشان هخرجك امام الناس، هتبقى مخصم بكلام يسوع. عاد ايه؟ انت سمعت كويس؟ لا تصدقني بأمانة ما سمعت. لا بأمانة ما سمعت. امام الناس كلها هطلعك انت بكلام يسوع مخصم. مخصي؟ طب ازاي وانا متجوز ومخلف بنتين يعني؟ تاني هذا الخصم بعدها. ثواني. لا ثواني خليني اعرف بقى اشوف الدنيا فيها ايه. لكن قال له ان كان هكذا امر الرجل. طب استنى بقى هات من اول. قالوا ان موسى من اجل ذلك من البدء لم يكن هكذا، إن من طلق إلا بسبب الزنا وتزوج بأخت يزني الذي يتزوج من طلق يزني. قال لو أن كان هكذا فخانت مقام. ليس الجميع يخبرون هذا الكلام بل الذي أعطاه لهم، لأنه يوجد خصيان ولد هكذا من بطون أمهاتهم، يوجد خصيان خاصهم الناس ويوجد خصيان خاصوا أنفسهم لأجل ملكوت الله السماوات. من استطاع الله، أن يقبلوا فليقبل. حينئذ قدم إليها أولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي فانتهرهم التلاميذ. أما يسوع دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوا، لأن المثل مثل هؤلاء ملكوت السماوات. نعم لا دي أنا، دي أنا يعني أنا بصراحة دي أنا أول مرة أخد بالي منها يعني، بس ما
تمام. اشوف لك ليها تفسير، وممكن في حلقة تانية ارد عليك فيها. ده انا بقول امام الناس كلها، يعني هذا يعني الو الو، احسنت. ايوه عليكم الالو، سامعك. لا دي انا اول مرة، لا دي قولوا ممكن اكون انا للراجل ده اخطا، لا احسنت دي انا ممكن، احسنت، اكتب السؤال ده لا دي عندك. انا ممكن اكون قريتها، لا دي اقراها اشوف لها ليها تفسير وهرد عليك فيها، لكن انا دي ممكن اكون قريتها وعدت كده، لكن انا ما خدتش بالي منها. جميل قوي. الرب عندكم محبة يا فادي، إله المسيح عندنا محبة محبة. اه وشفيق كده، يعني عنده شفقة ورحمة، صح؟ طبعا. كيف عنده شفقة ورحمة وهو لم يشفق على ابنه بل مين؟ قتله وذبحه؟ لا 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 لا، ما قتلوش. حاضر، افتح ربنا لسفر من روميا. محبته، ثواني ثواني ثواني. ما انا هديك الدليل على انه قتله. طب ده انا ماشي هديك قول. الدليل على انه قتله، وان الرب لا هو ما عليكم قتلوش. كان فرحان وهو بيتقتل. ايه رأيك؟ ايه؟ ايه سمعت كويس؟ لا صدقني بيفصل، وبأمانة النت بيفصل عندي. النت مش زي عندك، وحياة ربنا هقول تاني، هقول النت تاني، عندنا في مصر مش زي عندك. اسرع من السلحفاه. اقول لك تاني، اقول تاني. الرب عندكم مش بس لم يشفق على ابنه، ومش بس انه كان قتل ابنه، لا ده كان فرحان وكان مسرور وهو بيقتل ابنه. ايه رايك في بالعكس الكلام ده؟ بالعكس، ده انت هقول معايا، لك انا على انت حاجه، معايا، هتشوف ثواني الحاجات هقول لك على الثانيه. حاجه، لا 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 ثواني هقول لك انا على حاجه، هقول لك انا على حاجه. ازاي الرب هيبقى فرحان وهو متجسد في المسيح، في جسد المسيح، نعم اللاهوت مع الناسوت في جسد واحد؟ نعم سبحان الله. شفت بيقول ايه؟ هيبقى فرحان، هيبقى اه فرحان وهو بيتألم. سبحان الله، سبحان الله. ايه سبحان الله على الكلام اللي انت، بس الكلام اللي انت بتقوله عجبني قوي. ازاي هيبقى سر الله ان يسحق ابنه. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب اجيب النص بسرعه. بص 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 ثواني ثواني ثواني، بص، هو اتحد مع الناس. على فكرة احنا كده كده هيبقى لنا مداخلة تاني، اهو لأن حاسس ان انت لقيته. ايه؟ مفيش مشكلة ان انت تتشرف في اي وقت يا فادي. لقيت النص اللي فيه ان الرب عندكم كان مبسوط وسعيد وابنه بيتسحق، ثواني، وهو انت بيتسحل. بتقول لي ربنا ما عندوش، ما فيش رحمة، نعم انت بتقول ربنا ما عندوش محبة. نعم لانه ما حبش ابنه اصلا. لا اقول لك طالما انا، ما اقول حبش لك انا، محبة ربنا موجودة من العهد القديم لحد العهد الجديد. نعم من محبة ربنا عندك سفر الخروج، اكتب الاسفار دي عندك، بالايات بالايات لا ما بالاصحاح ماشي والايه. ماشي 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 ماشي، تعالى بس هنا، تعالى هنا، في العهد افتح. في العهد القديم انا عندك هجيب لك سفر الخروج. امام الناس، ثواني امام الناس كلها، انا هجيب لك انا، الانسب. ثواني انا انت دلوقتي، انت بتحبه بتقول قوي. لي ربنا ما عندوش محبة، انت بتقول حاضر ربنا ما عندوش حاضر محبة. حاضر حاضر حاضر، حلو، خلاص امسك مفيش ورقة مشكلة، وقلم، مفيش مشكلة. امسك ورقة وقلم. هتقعد تعدد لي النصوص؟ نكتب على جوجل محبة الله، او في اخر لا الكتاب والله انا ما بكتبش الفئة على جوجل، محبة صدقني الله، انا ما بكتب على جوجل. وتطرد لي ادي النصوص. ادي الانجيل اهو، والله جايبه على التليفون. ايوه جميل قوي جميل قوي. انا هجيب لك الان انا امام بجيب لك الناس النصوص من سفر الانجيل صدقني. انت بتحبه قوي، حلو اشعياء. حلو. ايه لا رايك لا في لا اشعياء بص، 53؟ انا هجيب لك، هجيب لك من العهد القديم وهجيب لك العهد الجديد. مش العهد هنخلص. القديم محبة ربنا، حاضر سفر اتفضل. الخروج، سفر خروج اصحاح 34 عدد 6، تمام. سفر عدد اللي بعده انجز، اصحاح لان انا عارف 14 عدد الكتاب اللي معاك 18، هتلاقي سفر رصة تثنية، هترصها. سوري سفر يلا. تثنية من 4 ل 31، سفر وائيل اصحاح 2 عدد 32، وفي حاجات تانية اللي كتير، بعده في برضو طيب، اسفار تانية في العهد القديم كتير. سفر كل الاسفار اشعياء. اللي انا بقول لك عليها برقم الايه هتلاقيها بتدل على محبه ربنا لينا. حاضر وفي العهد حاضر الجديد بيقول لك الرب بيقول لك وبذل ابنه الوحيد لكي يفدي العالم ما هو ده بقى، من كتر محبته. لأن تعالى لي، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى ايوه لان بذل كذا ابنه الله الوحيد. بذل ابنه الوحيد.
انا في عندي نصين، حبينا ركز احنا لي. واقف العالم اللي واقف هو واقف احنا. واقف، ثواني ثواني، اسكت لحظه، اسكت لحظه، اسكت لحظه، انا اتكلم. عندي نصين كده استدل بيه على ان مش محبه، ايه رايك؟ النص الثاني اللي في روميه 8 تمام 31، ان كان الله معنا فمن علينا، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا. عندنا النصين دول، بذلوا لأجلنا. شوف، أيوة بذلوا حلو، لأجلنا. بذلوا لاجلنا. اذ كان لم أيوة يعني يشفق، ممكن تشرح للناس يعني ايه لم يشفق على ابنه؟ يعني ما عندوش مش، شفقة بابنه اصلا، يبقى ازاي لا محبة؟ لا لا، مش كده خالص، مش كده خالص، مش كده خالص. هي من كتر محبته قدم ابنه ايوه، الوحيد، لا ما هو من لم كتر يشفق على محبته ابني اهو. قدم ابنه الوحيد، يعني الرب عندكم من لم كتر يشفق على محبته. ابني، صح؟ الرب عندكم لا بس كان لم لم يشفق. يشفق ازاي، وهو اساسا، وهو اساسا الوحيد اللي يقدر يشيل خطيئة العالم. ايوه، رسالة الاب بولس، والابن، الاب والابن، ثواني يا سبحان، الاب ايوه والابن كل اله واحد، نعم. ازاي لم اتحاد يشفق؟ الالهه. طب ما معنى انه لم يشفق على ابنه؟ يعني ايه؟ يعني لم يشفق على نفسه ولا ايه؟ ايه؟ انت عايز المعنى، عايز المعنى اللي هو البلدي بتاعنا، اللي هو ايوه، احنا ماشي، المعنى البلد ده. اللي هو بتاعنا احنا، ايوه، ان انا ما سبته، سبته. ان انا سبته لو لا بالمعنى، المعنى البلدي. لكن انا بالنسبة للانجيل، بالنسبة للانجيل، لا مش معناها كده، مش معناها كده خالص. مش معنى كلمة الشفقة اللي هي الشفقة، مش معنى كلمة توسل هتبقى توسل. طيب، يعني ايه بقى لم يشفق على ابنه؟ يعني سابه بس كده، خلاص كده لم يشفق، ما كانش في شفقة كمل بقى، لابنه. لا كمل، لا لا لا، كمل بقية الآية. ما انا دلوقتي على بتكلم في حتة يشفق، لا هكمل ما بقية انت الآية ما وانا عايز تاخدش، تفسير كلمة في لا لا الآية. ما تاخدش، لا لا ما تاخدش نص تعال الآية ناخد وتقول النص التاني اللي انت ذكرته. شوف كل كلمة انا بعمل ايه، باخد النص اللي انت بتذكره، النص اللي انت بتذكره بناقشك فيه. يوحنا، إنجيل يوحنا إصحاح 3 عدد 16، نص اللي كلكم بتحبوه، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، صح كده؟ تمام. تحبوا النص ده أنتم؟ النص بيقول كده، تمام. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل إيه؟ ابنه. طب ما يبذل نفسه، طب حلو، يبذل نفسه. انت هتقول لي ابنه، انت بتقول لي ابنه، مش أنا انا اللي بقول بقول، لك الاب الكتاب هو اللي بيقول. الابن. ثواني، الكتاب اللي بيقول، حلو، ما انا برد عليك برضو من الكتاب. حلو، الاب والابن، اتحاد اللاهوت مع الناسوت في الجسد على الارض، ركز ده في اللي هو الكلام. التسلوس، التثليث. الاب سمعته والابن والروح القدس اله واحد، الاب والابن سمعته والروح القدس سمعته اله واحد سمعته قال ايه؟ اتحاد اللاهوت مع الناسوت على مع الارض. الناسوت. كتاب قال كده. ممكن تطلع لي من الكتاب ايوه بيقول اتحاد اللاهوت مع الناسوت؟ اتفضل. لا اطلع دي، اطلعها لك دي علشان اطلع لك، لا ده في كذا آية انا دي، عايز انا نص دي انا مش واحد مجهزها. لو بيقول عايزني اطلعها لك، اتحاد لا اللاهوت اطلعها مع لك، لا الناسوت، اتحاد بيقول اللاهوت. لي ايوه كذا. لا انا عايز الاتحاد، نص واحد، اتحاد اللاهوت مع الناسوت. اتحاد اللاهوت مع الناسوت. حاضر، ثواني ثواني. انت عايز اتحاد اللاهوت مع الناسوت، صح كده؟ انت قلت امام الناس كلها انا بكلمك من الكتاب اتحاد اللاهوت مع وبجاوبك من الناسوت، صح الكتاب، كده؟ فانا بقول لك طلع لي من الكتاب بيقول اتحاد اللاهوت مع الناسوت. حاضر.
في عنده بتقول ان الله ظهر في الجسد، تمام؟ ما فيش الايه ما بتقولش، النص عندكم ما بيقولش كده. ايه في الانجيل؟ لا النص بيقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، مش زي ما انت بتقول. طيب الله ظهر في وده الجسد، وده الله مش ظهر في الجسد، ادي اللاهوت انا وادي دلوقتي الناسوت. امام الناس كلها بقول. انا بس لحد بس ما اشوف، حلو، فين لاهوت فين لحد ما اشوف. ناسوت؟ فين لاهوت فين ناسوت؟ الله ظهر في الجسد، الله طيب ظهر في النص ده، الجسد، الله النص ده اللاهوت، بالتراجم اللاهوت الثانية، ظهر في الجسد، النص ده حلو. بالتراجم الثانية نص غلط. التراجم الثانية كلها بتقول عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد، ما جابتش سيرة الله ولا ظهوره في الجسد. الله ظهر في الجسد، طيب في عظيم هو مقولة سر أو إيمان التقوى، عندكم، الله ظهر في في الجسد. إيمان عندكم بتقولوا كده لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، صح؟ في ايه؟ أنتم بتعتقدوا إن يسوع لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، صح؟ لا مش بنعتقد، ده الأكيد. الأكيد. الكلام آه ده في الكتاب، ما في نص في الكتاب كده بيقول لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين؟ لا، هو اللاهوت لم يفارق الناسوت. ايوه ده جبته من الكتاب، في الكتاب نص بيقول كده. انا هجيب لك فيها تفاسير، انا لازم اجيب لك فيها تفاسير علشان انا مش هقدر اشرحها لك. مش انا هجيب لك مشكلة، فيها تفاسير، هقول نرجع لك للنص، تفسير فلان بيقول كذا وتفسير نرجع فلان بيقول للنص كذا. بتاعنا بيقول اهو انجيل يوحنا 6 16، لانه هكذا احب الله العالم حتى طب بذل ابنه ماشي، الوحيد. حتى بذل ايه؟ ابنه. طب ما يبذل ايه نفسه، تمام. كان ذبح نفسه ولا موت نفسه؟ انت بتقول لي اهو، بتقول لي ما هو هو، يعني هو ابنه ولا ابنه هو؟ طب ماشي، عندك برضو في يوحنا 3 عدد 13، تمام؟ يوحنا 3 اصحاح 3 عدد 13. المسيح أظهر نفسه في الجسد. خليك معايا في السؤال. انا ايه سؤال يا فادي؟ فادي انا سألتك سؤال، ايه هو؟ عشان انت انسى. بتقول لي هات لي السؤال، هات لي فيما يثبت من لا الانجيل ان احنا اللاهوت خرجنا، اتحد مع الناسوت. تمام، خرجنا من النقطة دي وبقينا في نقطة حالا اهو، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه، حتى بذل لا ابنه انت الوحيد. سالتني وقلت لي من ضمن الكلام لما انا اتكلمت، قلت لي هات مش لي فيما مشكلة، يثبت من الانجيل. فادي يلا اللي فات مات، خلينا بقى دلوقتي في موضوعنا حالا. حتى بذل ابنه. طب ما كان يبذل نفسه، يبذل ليه ابنه؟ ما يبذل نفسه. طب ما هم واحد، يعني هو ابنه اتحاد اللاهوت مع اتحاد اهو. اللاهوت مع الناسوت ايوه مع الروح القدس، الثلاثة دول واحد. يعني هو الآب ابنه هو ولا الابن ابنه هو الروح هو؟ القدس، هو ابنه ولا ابنه الثلاثة هو؟ واحد، ثلاثة واحد، الثلاثة واحد، الثلاثة التلاتة واحد، واحد. الثلاثة واحد. احنا بنقول باسم الآب، يعني الآب الابن، بذل الروح نفسه، صح القدس. كده؟ الآب، الآب، الابن، الروح القدس، إله واحد، آمين. إله واحد، آمين. تمام. ما هضرب لك بنقولش مثال ثلاث صغير، آلهة، آمين. هضرب لك مثال ما صغير بنقولش ثلاث وانت آلهة، تقول لي. بنقول إله واحد، آمين. تمام، هضرب لك مثال صغير، اسمعني بس لحظة، اسمعني لحظة. هضرب لك مثال صغير وانت تقول امام الناس ان كان ده ظلم ولا عدل. دلوقتي واحد جارك جاله واحد ومراته عمال، فقال لهم اشتغلوا عنده في الارض بتاعته، يعني قال لهم بصوا انتوا عندكم الشجر ده كله زي ما انتوا عايزين الا شجره المانجا اللي قدام البيت دي، لو كلت منها يا راجل ومراته العمال اللي عندي انا هموتكم. قام العامل ومراته نفسهم جاتهم على شجره المانجا اللي عند شجره المانجا اللي قدام بيتك دي انت كده حلوه، جيت. قام واكل منها، أم أكل منها، أكل منها العامل ومراته. تمام، فإيه رأيك انت لما يجي صاحب بتتكلم البيت على طبيعة بشرية أكل ما يا بيننا انا وانت. كلب؟ يا الله يا ابن الحلال، ماشي اسمع ماشي ماشي، يا ابن اتفضل. الحلال، فين الألم؟ فين الألم؟ الألم راح، ما أعرفش راح الألم فين، شكلي وقعت ولا إيه؟ يا ابن الحلال اسمع السؤال، عشان دلوقتي جه الراجل ما العامل السؤال اللي هتسأله أو الحكاية ومراته، اللي أنت بتحكيها دي، مش عارف ألو؟ اتكلم كل شويه بيقاطعني. عليكم لا مش الالو، حكاية، ما أنا عايز أعرف، أنا عايز أعرف ما الحكاية انت اللي هتعرف هتحكيها اهو، دي من هتعرف اهو. منطلق سفر التكوين ولا من منطلق طبيعتي وطبيعتك أنت كبشر؟ من
عايزين كده عدين انت العيب. معايا كده؟ ايوه من طبيعتي وطبيعتك انت كبشر. بس جه الراجل اللي هو حلو، صاحب، ولا عايزها من سفر التكوين؟ خليك بقى دلوقتي انت بقيت ركز معايا دلوقتي يا فادي. فادي جه الراجل معاك، واد مراته انا معاك، اكلوا انا من معاك. الشجره، قام صاحب البيت قام قايل لهم ايوه انا قلت ان انا هموتكم، فعشان انا قلت ان انا هموتكم اديت كلمه انا خلاص يا جرجس. قام نادي ابنه، قام ابنه جاي قام موت ابنه او بعت ابنه يتقتل عشان قال انه هيموت الراجل ومراته، فعشان ما يموتش الراجل ومراته لانهم كلوا من الشجره قام مموت ابنه عوض عن الراجل ومراته. ايه رايك في الراجل ده؟ لا تاني كده معلش. تاني راجل عنده ارض جاب عامل ومراته يقعدوا عنده في الارض وقال لهم الشجره اللي قدام البيت كلوا من كل شجر الارض دي عادي، لكن لو جلتوا قدام شجره البيت ده انا هموته. اما الراجل ومراته كلوا من شجره الايه؟ من الشجره اللي قدام البيت. قال لهم ايه ده انتوا كلتوا من الشجره اللي قدام البيت؟ طب بس انا قلت ان انا هموتكم، ما ينفعش ارجع في كلامي، خلاص انا لقيت الحل يا جرجس. قام نادي ابنه وقام جايب ابنه قام بعته يتقتل عشان يسامح الراجل ومراته. ايه رايك في الراجل ده؟ انت كده بتحكي اللي هي القصه بتاع ادم وحواء رد على ورب المجد السؤال، لما اتجسد في صوره المسيح. رد على لا لا رد لا على لا، انا السؤال كده لا 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 بس لا، رد انا على السؤال. ارد على السؤال، ايه ارد رأيك في على الراجل ده؟ السؤال بقصه واقعيه. انا ارد على السؤال طب بقصه اديني اجابه، واقعيه، اديني ما اجابه، لا، ارد على اديني السؤال اجابه، بقصه واقعيه. الراجل ده عادل اما ولا انا هدي غادر؟ لك الاجابه، هدي لك اجابه. لو من منطلق العهد القديم التوراه وادم وحواء ده اللي انت تقصده، لا ده يبقى شرف ليا ان هو نزل حمل الخطيه بتاع الناس ديت مكاني. لكن لو برضو منطلق كاحنا كبشر من ايوه ناحيتنا احنا، ايوه لا يبقى راجل مجنون. اوها راجل كبشر، لا مجنون. كبشر، بس وقف كبشر، وقف وقف كبشر، لا مش يلا وقف، معوض مش وقف. ما تاخدش وقف. نص الكلام يا استاذ محمد، حاضر ما حاضر تاخدش حاضر بس نص الكلام. حاضر 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 ركزوا ركزوا بتكلم حاضر كمنطلق حاضر. كبشر، سمعت قال كبشر. راجل ايه؟ راجل لكن مجنون. لا، ما تقولش اسمع لا سمعته قال لا ايه. وقف بالله لكن انت توقف بقى بتتكلم عن فادي ادم فادي وحواء. فادي لا اسمعني للاخر لا، بقى ما دلوقتي تقوليش، يا لا جماعة. ما انت ما بص تقوليش كده. بيلغوش بيلغوش عشان ما لا انا مش بيلغوش بلغوش والله، عليا. انا مش بلغوش، انت اللي طب اسمعني، بتلغوش. طب انا اسمع دقيقة يا ابن بتكلم الحلال من اسمع طبيعة يا قصة ابن واقعية الحلال في اسمع. طب خلينا اتكلم، خلينا اقول جملة، خلينا اقول جملة امام الناس. انا ضربت مثال الان براجل ومراته اكلوا من شجرة، لا، فصاحب البيت طبيعة قال لهم بشر، انت لو بتتكلم قال على عليه طبيعة ايه؟ بشر، مجنون. مش طيب بتتكلم الرب على استنى طبيعة استنى استنى كلام. استنى 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 الرب عندكم لما اكل ادم وحواء من الشجره يعني ما فيش حل تاني خالص 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 غير انه يقتل ابنه او يقتل نفسه حتى يقدر ان يغفر لادم وحواء. ما كان غفر، ما كان سامح، هو مش غفور، هو مش المفروض ان مين هو واحد اصلا اله غفور ثواني؟ ورحيم؟ كان رحم يا عم، كان غفر، كان سامح، لا، مفيش حل غير مكتوب في انه سفر يقتل ابنه التكوين يوما او ان يقتل نفسه. بص بص ثواني يا استاذ محمد، يا استاذ محمد، مكتوب في التوراة في العهد القديم يوما ان تاكل من هذه الشجرة موتا تموت. هل معنى كلمة الموت هنا فعلا معناها موت؟ ايوه امال معناها ايه؟ موت انت، لا، هو ايه؟ امال الرب عنده يعني هو كان طردوا الرب من عندكم الجنة، هو طلعوا من، طردوا من الجنة، ما موتوش. امال قتل نفسه ليه؟ ما قتل موتوش. نفسه ليه؟ وقال الرب لحواء عنده ايه؟ قال لها انت هتشعري بالالام كلها بتاعت الولاده، وده 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 وده. كانت الاول ما فيش اي شعور بالم ولا باي حاجه. لماذا اهو النص اهو حتى بذل ابنه قتل ابنه، لماذا لم يسامح علشان ربكم هو بدلا أن الوحيد. يقتل ابنه؟ تفضل. بص يا استاذ محمد، بص يا استاذ محمد، خطيه ادم وحواء اللي يقدر يشيلها هو، مفيش واحد بس غير واحد مش كامل سؤالي، بس مش سؤالي. اللي هو الرب. ثواني، أنا إيه سؤالي يا ما فادي؟ انت ما تتكلمش من طبيعة بشر، انت أنا إيه طالما سؤالي؟ بتحكي قصة، خلاص طالما خلاص خلاص، بتحكي أنا قصة. إيه سؤالي؟ سؤالك ايه؟ انت بتسالني ايه سؤال؟ اما انت كنت بتجاوب ايه؟ انت بتحكي لي قصة من واقع انا لا بشر، لا لا انا سالتك انت اخر بتحكي حاجه لي قصة سؤال، من واقع بشر، ما تحكيليش اخر قصة من حاجه واقع سؤال، بشر ايه سؤالي؟ وتيجي تطبقها على اله ولا رب. ما حاضر ينفعش، ده مش كلام حاضر عقلاني ولا منطق. حاضر فادي فادي سؤالي كالاتي اهو. بص بيقول لك كالاتي، لماذا لم يغفر ربكم بدلا عن ان يبذل علشان كان
كان تمن الخطية في الوقت ده كان قايل تمن الخطية موتا تمن تموت، أي لآدم تمن وحواء الخطية، يوما أن تأكل من هذه الشجرة موتا وهل تموت. الخطايا من رحمة مقيد، ربنا، هل رحمة الخطايا ربنا ثواني مقيدة لربكم أم يا ربكم أستاذ هو اللي محمد، يقيد الخطايا؟ يا أستاذ محمد، يا أستاذ محمد، ربنا رحم بيهم وما موتهمش، خلاهم اتطردوا من الجنة، طب ما عاشوا في نموت ابنه الأرض ليه؟ ليه موت ابنه؟ علشان خطية آدم وحواء. طب ما كان غفرها. إيه؟ ايه ما كان غفرها، كان سامح فيها، هو مش غفور. لازم الفداء كان يتم، طب ما لأن كان كان في فدى، ذبائح ما ف... تقدم. كان يفدي. حلو، ما كان يفدي بدون حد، لازم ينزل هو. إيه؟ طب ما كان يفدي بدون حد، هو كان الوحيد ينزل اللي كامل، هو هو الوحيد اللي اللي كان، كامل، هو اللي الوحيد اللي هو كامل. هو الوحيد عشان اللي هو كامل اللي يقدر يشيل خطايا العالم كلها. يشيل خطايا العالم كلها. ازاي؟ ازاي يشيل خطايا العالم كلها يا فادي؟ يعني ايه؟ ايوه دي خطيئة، ادم وحواء مش عملوا خطية؟ ايوه مش ادم وحواء عملوا خطية؟ ايوه وبعدين وكان تمنها ايه؟ وكان ايه؟ تمنها الموت. ماشي، وبعدين رحمة ربنا ايه؟ كمل بقى، كمل بس. رحمة ربنا ايه؟ ايوه ان كان هو سامح، كان نزل وفدانا على مغفر. الصليب تمن الخطية دي. ايه عمل ايه؟ عمل ايه؟ أم موت نفسه على الصليب، صح؟ ايه موت ايه؟ موت نفسه على الصليب، صح؟ ايوه اتجسد في صورة انسان، ايوه. اتحد طب اللاهوت مع الناسوت واتصلب على الصليب وفداني. خطايانا احنا، صح؟ يعني مثلا الرب عندكم ايوه مات تكفيرا عن خطايا انا محمد نصيف، ولا ايه؟ عن خطايا العالم. ايوه، يعني انا محمد نصيف، الرب عندكم مات عشاني، صح؟ مات مكاني انا، صح؟ ايوه ما شال خطايا العالم كلها، شال خطاياي انا، صح خطايا كده؟ العالم كلها. يعني انا الان من غيرش خطايا، بعد ما جه المسيح وصلبه. لا ماليش. الله اكبر، الله اكبر. يعني كده انا مطهر من الذنوب، ما عنديش ولا خطيه، عشان الرب بتاعكم مات على الصليب وشال الخطايا بتاعتي انا، صح؟ هو رب الأرباب على فكرة، مش الرب بتاعي بس، حاضر، الرب الارباب بتاعك انت برضه. رب مش الارباب بتاع عندك. أنا، ده بتاعي ده ربك وربي لا ورب الكون انا ما كله. انا هرفض، انا هرفض انا بس خليني بس كده واحده واحده. يعني الرب حقك عندكم، انك ترفض، انت حقك انك ترفض، انت برافو حقك انك ترفض. برافو. طب في محمد، المتابعين كلهم المسلمين دول، يعني الرب عندكم شال خطاياهم ومات على الصليب عشان خطايا المسلمين المستمعين للفيديو دول، ومات وغفر كده. لما مات غفر لنا احنا الخطايا، يعني احنا كده براءة، ما عندناش اي خطايا. ها؟ سكت ليه؟ لا أنا ما سكتش، أنا رديت عليك على فكرة ايوه، يعني احنا وقلت كده لك أيوه. براءة، احنا كده ابرياء، ما عندناش هو ولا خطايا خالص. المسيح نزل شال خطايا العالم كله، طيب هو الا ترى، الوحيد هو الكامل، أيوة الا الرب ترى، هو الوحيد الكامل، حلو الإله حلو هو حلو، الكامل، فادي فادي، الرب الكامل. الا ترى ان هذا الفكر اللي انت بتقول عليه يحرض اصحاب الافكار المنحرفه والضاله على الاستزاده في ضلالهم، لانهم عارفين ان رب، رب تخيل رب مات مكانك ليغفر لك خطاياك، فانت ما عندكش هقول خطايا لك بقى، يا فتعمل اللي انت استاذ عايزه محمد، كله. انا برضه هرجع. الا لا يحرض هذا على هرجع الفيديو، او برضه. يحرض، لا انا ما بحرضش على حاجه، علشان ما مش تقوليش هل انت، هذا يحرض او مش ما انت يحرض. انا ما المعتقد بحرضش، او الفكر نفسه. او ديني برضه. لا، او برضه ديني ما بيحرضش برضه على حاجه زي كده. انا برضه هرد عليك برضه بنفس السؤال، قلت لك ربنا قادر على كل شيء، قلت لي ربنا قادر على كل شيء، قلت لك ربنا قادر ينزل نفسه في صوره انسان زي ما خلق ادم مش سؤال، وحواء في لا لا صورته مش هو، سؤال، مش قلت سؤالي، لي مش لا. سؤالي، مش سؤالي، اما مش انا عايزك سؤالي، ترد على سؤالي ده، مش قلت سؤالي. لا، انت معلش رديت انا عليا معلش وقلت لي لا، معلش معلش معلش، مش هرد على سؤالك، بس رد على قلت سؤالي. لي لا. ألا يحرض هذا طب المعتقد لا وهذا انا ما الفكر بحركش على، مش ولا انت انجيل ولا المعتقد. ماشي ولا ماشي، المعتقد بيحرض، ولا المعتقد بيحرض. الله اكبر. انا عندي انا المعتقد بتاعي ما بيحركش على اي تعبت يا حاجة، فادي، انا تعبت يا فادي. انا المعتقد بتاعي ما بيحركش على اي حاجه. انت ما انا شاء عايز الله، اسالك بقى سؤال، انت انا ما شاء عايزك ترد الله عليا في السؤال ده نفسك قدام طويل الناس كلها. وحلو كده. هات سؤالك، هات يا فادي سؤالك، هات. بص انا عايزك تجاوبني على سؤالي زي ما انت، السؤال اللي انت بس مش عايز تسمع، تجاوبني عليه. قلت لك تسمع ربنا قادر وتسكت على كل وتسمع. شيء، قلت لي ماشي، قلت لي ربنا قادر، قلت لك ربنا قادر على كل شيء، قلت لي قلت لك ربنا مش السؤال قادر ينزل نفسه في صورة انسان
زي ما خلق هو في صورته، لأن ربنا لما خلق آدم خلق آدم في صورته هو. خلصت السؤال؟ حلو. ربنا ما هيقدرش ينزل نفسه في صورة إنسان ولا خلصت لا؟ السؤال؟ قلت لي لا. حلو. وبعد كده ما انت رضيتش ترد عليه بعد كده. حاضر ثواني انا هقول لك انا هرد. الأسئلة بتاعته، عايزك ترد عليه كل مرة واحدة. لا هو تمام. سؤال واحد، ما فيش كذا سؤال، هو سؤال واحد بس، اسمع لا الإجابة ما بتاعته. لا 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 لا، انا ما عايز تسأل. اسالك السؤال الثاني، وبرضه ما انت سالت كذا سؤال، اديني بقى فرصه ان انا اسال كذا أي سؤال. لا، ما هو أصل هنا في البحث ده أو في القناة دي عند محمد نصيف هو اللي بيسأل بس. المفتش، معلش يا استاذ المفتش محمد، كرومبو، معلش كرومبو المحاور. معلش يا استاذ محمد، اي اخويا الكبير برضه ده يعني السؤال. بساله ماشي برضه وهو ماشي، يجاوبني. السؤال الأول، هات معلش. السؤال التاني. حلو. السؤال الثاني، هل فعلا في القرآن مكتوب حلو. إن عيسى ابن مريم هو اللي هيدين العالم ولا لا؟ أنا عايز رد على السؤالين دول. يدين العالم. معلش خليني جاوب لي خليني على اخد السؤالين دول، وفي سؤال ناخد ثالث برضه حاضر جه في ذهني دلوقتي أنا عايز حاضر. أعرفه. يعني جاوب لي على هي السؤالين طبعا دول وفي انت سؤال جاي ثاني. تحقق احلامك هنا بقى، انت خلي بالك معلش بقى، السؤال عايز الاخير ده، أستفيد بقى. السؤال الاخير ده بيقول هل القرآن بيقول المسيح يدين العالم ولا لا؟ امام الناس كلها ليك 1000 دولار، مش مشكلة من عندنا، 2000 دولار لو طلعت آية في القرآن بتقول إن المسيح انا مع انا ال... ديانا للعالمين. يلا هو اللي انا اعرفه ان كدبوا عليك في في الكنيسة يا ايه، فندم. لا ثواني، لا انا مع اللي انا اعرفه ان في ايه في القران، انا لو اعرف هي سوره ايه او رقم كدابين الايه ايه في سوره ايه، انا كدابين صدقني انا مع، لكن اللي هي كدابين مكتوبه مكتوبه كده يا ما فندم اعرفش، مكتوب بالنص يا فادي، ان عيسى ابن مريم هو اللي هيجي وهيدين العالم. ديانا للعالمين يا فادي، طب هذا كذب كنيسة، والله وبالله وتالله هذا غير موجود في القرآن. وأمام الناس ليك فرصة تكسب 2000 دولار، مكسب مش رهان ولا مكسب وخسارة، لا 2000 دولار مني أنا شخصيا لو طلعت آية في القرآن بتقول المسيح ديانا للعالمين، 2000 دولار سهلة. اشتغل انت وابتدي دور وف... ده انت 2000 دولار، 2000 دولار بكام عندكم الدولار في مصر؟ بكام؟ 18 ولا بكام؟ 18 26 18 ألف جنيه مصري، أنت عايز إيه تاني؟ وأنت قاعد زي الباشا ماشي. كده، تطلع لي بس آية في القرآن بتقول المسيح ديان للعالمين، إيه رأيك؟ خلاص؟ تمام ماشي، أمام الناس جاوبني على كلها. السؤال الاولاني علشان في سؤال تالت بس. لا هو سؤال وكفاية عليك كده. أنت بتقول الله ايه؟ مش قادر ينزل، هو بس السؤال ده هنجاوبه وكفاية كده لأن أنا تعبت. لا وهو سؤال الله تالت وخلاص على مش كده. قادر ينزل في السؤال. لو على فكرة معلش. لو قطعتني في إجابة السؤال ده انا هنزلك من البث ويبقى نكمل في لا وقت تاني خلاص باذن الله. انت بتقول الله ماشي مش قادر مفيش. ينزل نفسه في صوره انسان. الله، انا بجاوبك على الاجابه اهو، الله قادر على كل شيء، خدت الاجابه؟ نعم، حلو. لكنه لا يفعل النقائص التي لا تليق به. يعني ايه؟ طب يعني ماشي، على سبيل يعني المثال، معنى كده، ثواني معلش هقطع. أمام الناس قلت لك وحذرتك لو قطعتني هنزلك. نقول تاني، لكن الله لا يفعل النقائص. يعني إيه لا يفعل النقائص؟ يعني لا يفعل ما لا يليق به. يعني إيه ما لا يليق به؟ يعني على سبيل المثال، الله كما تعتقدون لو أخذ صورة إنسان، الإنسان ده هيعمل إيه؟ هيخش الحمام وهو صغير لسه، بقى لسه الطفل جنين نونو، ايوه بعد ما يكبر ايوه هيحتاج ليه؟ للرضاعه من امه. ده نقص ولا كمال؟ نقص، فالله لا يفعله. الله عندما يكون طفل صغير هيبقى ايه؟ هيبقى هيتبول على روحه، يعمل بيبي وإح، طفل، هل هذا كمال ولا نقص؟ نقص، فالله لا يفعله، لذلك الله لا يتجسد في انسان. لا تعالى تعالى كمان، الله الكبير الشان يوضع في انسان، دي اسمها ايه؟ محدوديه. نقص ولا كمال؟ نقص، فالله لا يفعله. الله العظيم عندما يبقى في صوره انسان هيبقى جعان، جعان عايز اكل، ده نقص ولا كمال؟ نقص، فالله لا يفعله. بعد ما يوضع في صوره انسان، الرب عندكم بقى ايه اللي حصل؟ ام مضروب على قفاه، ده نقص ولا كمال؟ نقص، فالله لا يفعله. وام يصلب، نقص ولا كمال؟ نقص، فالله لا يفعله. ويضرب، نقص. ويذل، نقص. ويجر للصليب كخروف، نقص. ويصفع على قفاه، نقص. ويلقى في قبر، نقص. ويموت، نقص. ويقبر، قبض، نقص. ويصلب، نقص. ويعر، نقص. نقص 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 نقص، فالله لا يفعل. خدت الإجابة؟ انت عارف هو لو معايا على المايك دلوقتي لا
ما جاوبتنيش ما جاوبتنيش ما جاوبتنيش ما جاوبتنيش كده. انا بعرف اجاوب ايه. اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لي ولكم، اللهم امين امين امين. اخوة الاكارم بارك الله فيكم، حفظكم الرب في علاه. اشتركوا في القناه واشتركوا في صفحه الفيسبوك، خذوا الفيديو واعملوا مشاركه في المجموعات، لا تنسونا من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم. سلام عليكم.